الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب؟ اللهم يا عودة حميدة من الأجازة. انتوا جايين من أجازة وداخلين بسم الله ما شاء الله جديدة شوية. المفروض كانت أجازة، المفروض يعني المفترض يعني بس هما بيحبوا إن هو إيه الامتحانات. نظام ثانوية عامة عندنا بقى كانوا ادونا اجازه في نص السنه كده، تعالى بعد الاجازه ديت تعالى ايه بقى ايه يلا تعالى مستلمك تسمعي الشطه التسمع اول اربع شباتي احنا خدناهم في الدين الاول طافين الاجازه اللي بيسموها اجازه خالص. المهم زعماء انتوا عارفين ولا مش عارفين ايه؟ احنا اشتغلنا مع بعض مليون 108 في سنه اولى في نهايه سنه اولى. اي نعم هو كان مليون خفيف ولكن حضرتك خدت فيه شطه بصوره اساسيه. الشطه ده كنا سميناه ايه لو حد يفتكره؟ الشرطة اسمه السيل انجرين اللي هو إصابة الخلية. دلوقتي بنكمل مع بعض مليون 208 وكله بيحكي على الجنرال باثولوجي. وقلنا الجنرال باثولوجي مشكلته في ايه؟ مشكلة الجنرال باثولوجي ان هو كلامه غير معبر عن امراض معينة. يعني حضرتك احنا هنبدأ مع بعض النهاردة بشرطة يسمى الانفلاميشن الالتهاب. هو انا هقول لك الالتهاب ده فين؟ انا هقول لك التهاب المعده، هقول لك التهاب السنترال نيرفس سيستم، لا انا هديك صوت الالتهاب بصوره عامه في اي مكان في جسم حضرتك والقواعد اللي هنقولها بتنطبق على اي التهاب. طب ليه يا دكاتره بناخد كده؟ عشان بعد ما ناخد الجينوم والباثولوجي احنا هندخل على دراسه السيستميك. اول حاجه هندخل عليها جهاز القلب والاوعيه الدمويه بيحصل فيه التهاب. مش هحكي من الاول، لا هقول لك انت عارف قواعد واساسيات. هو حضرتك ينفع تدخل تدرس لغه عربيه من غير ما تكون عارف الاحرف او الحروف الرئيسيه للغه؟ لازم تكون عارف الحروف. فاحنا بالنسبه لنا في الامراض وفي الطب عموما الجنرال باثولوجي هو بيأسس حضرتك كويس جدا جدا جدا. عشان كده دايما انا بقول دراسه الجنرال باثولوجي عندنا هي مش جاست دراسه عشان الامتحان وخلاص، لا حضرتك لازم تفهم الجنرال وتتأسس فيه كويس، لان الطالب اللي بيتأسس في الجنرال بيحب السيستميك. ولو حبيت السيستميك باثولوجي حضرتك حبيت نص التاني من الكليه اللي هو الكلينيكال. الباثولوجي هو المدخل الرئيسي للكلينيكال. حبيت الباثولوجي وعلم الامراض، البطن امراض والجراحه امراض والنساء امراض والاطفال امراض، وهم دول الاربع مواد الاساسيين بتاعت الكلينيكال. تمام كده؟ تعالى نبدا مع بعض بعون الله في اول شطره عندنا في دراستنا في فيديو 208 الا وهو الانفلاميشن. كلمه انفلاميشن جايه من كلمه انفليم، وكلمة انفليم باللغة العامية يعني لهب، فمعنى انفلاميشن التهاب. دايما كده الانفلاميشن شطة ممكن واحد يتعقد منها وممكن واحد يحبه جدا جدا جدا. بالمناسبة الشطة ده نصيبه من الامتحان كبير، وهتلاقيني طول ما انا ماشي في الحصص بقول لك السؤال ده نظري، اكتب عليه نظري. السؤال ده اكتر ام سي كيو، طب الحتة دي ممكن تجاوبها بالطريقة كذا. ليه بقى يا شباب؟ لان انا بنقل لكم الخبره اللي الناس اللي اكبر منكم وقعوا فيها. واحد يكون حالل كويس ومذاكر كويس و100 100 وزي الفل، يدخل الامتحان يطلع من الامتحان من النتيجه يلاقي نفسه ناقص درجات كتير. يسال ناقص درجات كتير فين؟ يروح التصحيح يكتشف، لو هو قائد التصحيح يعني، يكتشف ان هو مجاوب بطريقه مش كويسه، الطريقه او الاجابه مش منظمه وهكذا. فانا هعتمد في شرحي ان انا السؤال النظري اشرحه لك بطريقه منظمه. ودايما في الباثولوجي من الاول، معلش طولت عليكم في المقدمه بس الحاجات دي هتفيدكم في الشابتر ده والشابات اللي جايه، كلام مهم. حضرتك في الباثولوجي تتبع الخطوات الاتيه عشان تقدر تذاكرها مذاكره كويسه. لو قدرت تفهم والفهم ده يكون على دايجرامز زي ما هنشرح بعد شويه، وبعد كده حضرتك حطيت المعلومات بتاعتك على الدايجرام ده وقدرت بعدها تحفظ وتنظم معلومتك، الخمس عوامل دول لو طبقتهم في اي ماده هتفهمها كويس، خصوصا الباثولوجي. اللي يمسك المذكره كده بتاعت الباثولوجي يتعقد، ولكن اللي يمسكها على دايجرام هتكون بالنسبه له سهله جدا. طب قبل ما نبدا شطه الانفلاميشن انا عاوز الخص كله في ظرف دقيقتين او ثلاثه بالكتير. بص معايا يا زعيم الفيديو ده لو سمحت كده، عاوزك تبص الفيديو ده كده. ده واحد عادي بيلعب وقع مع واحد، ايه اللي حصل هنا؟ جلده اتعور وبدات المنطقه ديت بتكون كتل دم، حلو كده؟ بعد كده احنا زومنا شويه بقى، ادي دي البكتيريا اللي دخلت، وادي دي الاوعيه الدمويه. اول ما حضرتك بتقع المنطقه دي بتبدا تحمر،
ولو تلاحظ بتبدا ايه تنتفخ، مش معنى شايف الاوعيه الدمويه اللي في المنطقه ايه اللي حصل فيها؟ بدات توسع، عاوزه توصل كميه دم زياده. طب يا دكتور معلش، هي ليه الاوعيه الدمويه بدات توسع وعاوزه توصل كميه دم زياده؟ البكتيريا اللي دخلت هنا انا عاوز اوصل لها خلايا مناعيه عشان تقدر تاكلها. طب انا هوصل خلايا مناعيه ازاي؟ بوسع الوعاء الدموي وبطريقه معينه الخلايا المناعيه بتقدر تطلع للبكتيريا وتلتهم البكتيريا وتقدر تلتهم الحاجه الضاره اللي دخلت جسمك. طب بعد ما التهم الحاجه الضاره هعمل ايه؟ هل هسيب الجسم متدمر زي ما هو؟ ينفع اسيب الحته الضاره زي ما هي كده؟ لا، لازم اعمل عمليه الريديم، عمليه الاصلاح. عشان كده الشطر بتاعنا مش اسمه انفلاميشن بس، ده اسمه انفلاميشن اند ريبير. بس احنا بنقسمه عند حضرتك في ملزمتين، الملزمه الاولى فيها انفلاميشن والملزمه الثانيه فيها ريبير، ولكن الاثنين مرتبطين ببعض ارتباط وثيق. طب نكمل الفيديو مع بعض لو سمحت. ادي كده الاوعيه الدمويه، لو تلاحظ بدات تتملي بالدم وبدات الاوعيه الدمويه توسع وبدات المنطقه هنا ترشح ميه وترشح سائل. بعد كده هتلاقي الخلايا المناعيه، بص معايا ايه ده؟ دي البكتيريا. البكتيريا هنا بتعمل ايه لو تلاحظ؟ طالع منها مواد. ايه المواد دي؟ المواد دي مواد كيميائيه. ما هو ايه اللي عرف الجسم ان في التهاب؟ ايه اللي عرف الوعاء الدموي اصلا ان دخل بكتيريا؟ هو الجسم هيفهم ان حضرتك وقعت مثلا؟ لا طبعا. كل حاجه في جسمنا بتشتغل باشارات ومواد كيميائيه. فالبكتيريا تطلع مواد كيميائيه تقول للجسم يا جسم انا دخلت. بل ان بعض هذه المواد اللي بتطلع بسبب دمار الخلايا والبكتيريا هنا هي اللي بتعمل توسيع في الاوعيه الدمويه، وهي اللي بتنادي على الخلايا المناعيه عشان تيجي تشيل البكتيريا. دايما بنقولها باللغه العاميه كده، اللي حضر العفريت يصيف. فالبكتيريا حضرت العفريت، حضرت العفريت اللي هي الدمج اللي حصل هنا، وهي اللي صرفته برضه، هي اللي طلعت مواد نادت الخلايا المناعيه عشان تيجي تاكلها. طب كلام كويس، نكمل مع بعض. ادي بص الخلايا المناعيه اهي بدات ايه؟ بدات الخلايا المناعيه تطلع من الاوعيه الدمويه، ولما طلعت من الاوعيه الدمويه بدات تاكل البكتيريا في وشها. بص بدات تاكل البكتيريا في وشها، عماله تاكل البكتيريا مش معنى عشان تنظف المنطقه دي. ليه بنظف المنطقه دي يا شباب؟ عشان بعد كده ابنيها. هو انا ينفع ابني قبل ما انظف المنطقه؟ انا جيت كسرت الحيطه دي، الحيطه دي الطوب بتاعها وقع على الارض، عاوز اجدد السنتر، هبني الحيطه جديده. ينفع ابني حيطه من غير ما اشيل الحيطه القديمه؟ اهو ده جسمك بالظبط. بكتيريا دخلت عملت دمج، الدمج ده عباره عن نسيج ميت، عباره عن نسيج نيكوتيك. النسيج النيكوتيك اللي عند حضرتك ده بجيب الخلايا المناعيه تاكل النسيج النيكوتيك وتاكل البكتيريا كمان. وما تاكل النسيج النيكوتيك وما تاكل البكتيريا، بعد كده احفز عمليه الايه؟ اي بي، عمليه الالتئام. طب بص معايا، ادي البكتيريا خلصت، ادي الخلايا المناعيه، شايف الجزء رجع ايه؟ جزء رجع سليم زي ما هو، حصل فيه بيت. لو تلاحظ الحته اللي اتعورت من جسمك بترجع، بس بترجع سايبه ندبه بسيطه، هو ده اللي حصل في الجلد بالظبط. طب كلام كويس، سيبك بقى من الفيديو دلوقتي وتعالى ندخل مع بعض على حصتنا النهارده. حصتنا عباره عن ثلاث صفح، وانا دايما كده بحب ادخل حصه اقول لك احنا هناخد ايه وهناخده ازاي، وفنط عناوينك كده عشان تكون من الاول معايا في الباثولوجي منظم. اول حاجه عاوزين نعرفها تعريف الالتهاب، الديفينيشن. بعد كده هديك قواعد لتسميه الالتهاب، ودي بيدوها في المحاضرات، مش موجوده في كتاب القسم ولكنها مهمه لحضرتك كدكتور، وهتعرف الكلام ده دلوقتي. بعد كده هناخد اسباب الالتهاب وهناخد انواعه، وهنبدا في اول نوع النهارده بنقول اللي هي كميه كبيره. انا بدا اول حصه كده نسمي الله في الماده، هم ثلاث صفح بس مش هقطه، بس ما تتعودوش على كده. بعد كده باذن الله هندخل في سبعه وندخل في ثمانيه كمان، معلش عشان المنهج كبير فنحاول نقدر. انا عاوز اخلص بدري دايما مع زمايلكم الاكبر كده، احب اخلص بدري تراجع وتحل ام سي كيو، وتلاقيني بحل ام سي كيو معاك باستمرار. يعني انا نزلت لكم مذاكره ام سي كيو امبارح، يا ريت الناس تطبعها. هنيجي الحصه الجايه بدايه الحصه كده موقفه، لو سمحتوا في خمس ست اسئله نحلهم مع بعض، وباذن الله انتوا اللي هتحلوهم، الناس ما تجيش متاخر.
يعني ما تجيش متاخر ربع ساعه ولا حاجه نكون حللنا الاسئله ما تتذاكرش. حاول تيجي بدري حتى لو مش مذاكر، هنعيد الحصه في اول 10 دقائق وتحل معايا الاسئله، حضرتك هتستفاد كتير. طب بسم الله الرحمن الرحيم، عاوزين نعرف يعني ايه تعريف الانفلاميشن، ايه الديفينيشن بتاع الانفلاميشن. الانفلاميشن الواد اللي التهاب ده اللي حصل له التهاب، هل هو حصل له التهاب منه نفسه؟ وقع يا دكتور وبناء عليه الجسم حصل فيه التهاب، يعني الالتهاب هو فعل ولا رد فعل؟ رد فعل. يبقى الالتهاب هو عباره عن اكشن ولا رياكشن؟ رياكشن، او عباره عن استجابه من الجسم، يعني هو عباره عن ريسبونس. الريسبونس ده بتحصل فين؟ بتحصل في جميع انسجه جسمك، يعني بتحصل في التشو بتاع جسمك. طب يا ترى بتحصل ليه يا دكتور؟ بسبب حدوث اصابه معينه، بسبب حدوث انجي معينه. هنا انا اعترض على كلمه، هل اي نسيج ينفع يحصل فيه التهاب؟ ايه رايكم؟ في حتت في جسم ما ينفعش يحصل فيها التهاب؟ في شرطين لازم يكون في النسيج عشان يحصل التهاب، شرطين رئيسيين. اول حاجه يا صديقي ان النسيج ده يكون ليفنج. يعني ايه يكون ليفنج؟ نسيج حي. هو ينفع اجي على جثه ميته وعوها بسكينه واقول لها انت ما حصلكيش التهاب؟ ما ينفعش. فلا بد ان يكون النسيج ليفن. يعني لو واحد متعور وحته نسيج ميت، ينفع اقول ان النسيج ده يحصل فيه التهاب؟ خلايا الضوافر اللي بتطلع هنا، ما واحده بتطول ضوافرها ولا حاجه، الخلايا دي خلايا ميته، ينفع اعور الضفه واقول والله ما حصلش التهاب ليه؟ لا طبعا يا صديقي، لان الخلايا خلايا ميته، فلا بد من حدوث التهاب ان يكون النسيج ليفنج. تاني حاجه ان النسيج ده يحتوي على اوعيه دمويه، يعني النسيج بيكون فاسكولارايزد. طب هل دي معلومه مهمه؟ طبعا. هو مين اللي جاب الخلايا المناعيه؟ ومين اللي وصل الخلايا المناعيه؟ ومين اللي خلى المنطقه دي محمره وسخنه كده؟ ده كله الوعي الدموي. يبقى انا ينفع اعمل التهاب في مكان ما فيهوش وعاء دموي؟ لابد من وجود وعاء دموي، عشان كده الشرط الثاني في النسيج ان هو يكون فاسكولايزد. كل كلمه عندنا في الباثولوجي بنقدر حد يدخل يجاوب في الامتحان، يا دكتور هي عباره عن ريسبونس اوف تيشو تو انجي، ويجي يقول لي انا خدت غلط. ما انت لازم تاخد غلط. انا كدكتور باثولوجي ما لقيتكش مكاتب في الاجابه ليفنج وفاسكولايزد، هديك السؤال او هديك الدرجه بتاعت حضرتك على ايه؟ فلازم اجابتك تكون ايه؟ تكون كامله، وعشان تكون كامله لازم تكون فاهم كويس. يبقى تاني كده مع بعض، ايه هو الديفينيشن بتاع الانفلاميشن؟ هو عباره عن ريسبونس اوف ليفنج فاسكولايزد تيشو تو انجري. طب حلو، الريسبونس دي هل هي مفيده ولا مضره؟ مفيده. كله مفيده. مش شرط، هو كورونا لما بيدخل جسمي كوفيد مش كان بيحصل رد فعل منه؟ ورد الفعل ده كان بيعمل حاجه اسمها الالتهاب الرئوي، ما يعرف بالنيمونيا، وهناخدها بعد شويه. الالتهاب الرئوي ده كان بيقضي على الناس ويموتهم ولا لا؟ كان بيموتهم. طب هو كده مفيده ولا مضره؟ جسمك ما يعرفش. هو جسمك عارف ان لو في دامج حصل هيحصل التهاب كرد فعل منه. ليه يا دكتور؟ از بروتكتيف ميكانيزم. ليه؟ كلمه بروتكتيف ميكانيزم يعني ميكانيزم بتحمي حضرتك، هي وظيفتها تحميك. في بعض الاحيان ممكن تدور شويه، لكن هي وظيفتها الرئيسيه ان هي تحمي حضرتك، سواء بالنفع او بالضرر بقى ديت جسمك ما يفهموش، ممكن يحصل نفع ممكن يحصل ضرر، لكن هي بروتكتيف ميكانيزم. طب البروتكتيف ميكانيزم، حد يقدر يلخص لي الدورين بتوع البروتكتيف ميكانيزم دول الرئيسيين؟ احنا عرفناهم دلوقتي. اول حاجه يا دكتور ان انا بشيل الحتت الميته وبشيل البكتيريا، يبقى اول دور اليمينيت. يعني ايه كلمه اليمينيت؟ انا ماشي معاك كلمه بكلمه في المذكره او في كتاب القسم عشان تكون معايا اول باول لو سمحت. كلمه اليمينيت يعني شيل، يعني انا جيت اشيل انظف المنطقه اللي هنا. انظف ايه؟ هتنظف حاجتين عند حضرتك، هتنظف النيكروتيك تيشو، وكلمه نيكروتيك تيشو يعني النسيج الميت، وهتنظف كمان البكتيريا او الكوزيتيف اورجانيزم، الاورجانيزم اللي دخل عمل دامج هنا. يبقى حضرتك هتعمل ايه دلوقتي؟ ده بروتكتيف ميكانيزم. فايدتها ايه؟ بتشيل. بشيل ايه بالظبط؟ النيكروتيك تيشو والبكتيريا او الكوزيتيف اورجانيزم. طب ليه هدوء تاني؟ الانفلاميشن. طب بعد ما شلت لازم انا اعمل عمليه الايه؟
هو الانفلاميشن بيطلع في مواد هي اللي بتنشيت اريبيل، او مكتوبه عند حضرتك بتنشيت الهيلينج، يعني بتنشيت عمليه الالتهاب. ده تعريف الانفلاميشن. بينزل في الامتحان، ممكن ينزل حطات في الامتحان، يجي لك كده ديفاين انفلاميشن، ولو ما جاوبتوش يبقى انت ما تعرفش حاجه في الباثولوجي. بدايه القصيده في الامتحان كف هروح عليك، لازم تكون عارف تعريف الانفلاميشن مظبوط. تعريف الانفلاميشن حد يقوله معايا كده تاني، هو عباره عن ايه؟ ريسبونس اوف ليفنج ليفنج فاسكولايز. يا دكتور هو في حاجه مش فاسكولايز في جسمي؟ ايه؟ لو حد قال لي حاجتين اديله شوكولاته. ينزل الشعر عاوز تشو سيب حد يقول لي واحدة واحدة انت خدتوها صح؟ التندنس يا دكتور ايه؟ التندنس بتحتوي على المدن فيها وصلناها والمدن ده الياف. ماشي انا عاوز نسيج الغضروف. الغضروف لا مش الغضروف. حد يقول لي يلا عشان اخد شوكولاتاي منطقتين في جسمي. وعلى فكره بيتسرقوا عندكم في المحاضرات على طول، بيحبوا يلعبوا عليهم. ايه؟ الكارديوس. ما انا عارف انت قلتها. ترى اللي حكيت مش قلت هي اول واحده عليك. فانا عارف ان محدش يعرف الثانيه. شوكولاته كده. ماشي؟ الحته الثانيه اللي لا تحتوي على اوعيه دمويه اللي جري مطر. انتوا خدتوا سنترال نيرفس سيستم ولا لا؟ خدتوا. الجري مطر از نون فاسكولايزد. فالمنطقتين دولي ما بيحصلش فيهم التهاب. ليه يا دكتور؟ لان لا ينطبق عليهم شرط الفاسكولايزيشن. يبقى التعريف عباره عن ايه يا اولاد؟ هو عباره عن ريسبونس اوف ليفنج فاسكولايزد تيشو تو انجري. بيكون في هيئه ايه؟ بروتكتيف ميكانيزم. وظيفتها ايه؟ تيليمينيت ان كوت التيشو والبكتيريا وتنشيت عمليه الريبير. التعريف صعب بس انت ما نظمته وكتبت التعريف قلت تحفظه. تمام كده؟ بعد كده في عنوان اسمه التسمية، بس العنوان ده مش موجود عند حضرتك. المفروض ان المرجع اللي واخد تاخد منكم كتاب حضرتك كتاب القصر العيني كان يقول لك عنوان اسمه التسمية. يعني ايه التسمية؟ معلش اكتبها عند حضرتك في اي صفحة بيضاء. يعني ايه كلمة التسمية؟ يعني مش ينفع اقول لك يعني ايه التهاب المعدة وانت ما تعرفش، وتخلص شابتر الالتهاب وانت ما تعرفش يعني ايه التهاب المعدة. دكتور يقول لك يعني ايه التهاب زايدة وانت ما تعرفش برضه. ففي قاعدة كده عشان نريح نفسنا حطيناها لتسمية أي التهاب. القاعدة دي بتنص على إيه؟ اسمك إيه؟ القاعدة دي بتنص على إيه بقى؟ أول حاجة بجيب الاسم اللاتيني. لو أنا عاوز التهاب مثلا، أنت عارفين زي ده يعني إيه؟ أبندكس، تمام؟ هجيب الاسم اللاتيني من أبندكس. الاسم اللاتيني من أبندكس هو أبندكس برضه. هو إيه؟ أبندكس. زائد بحط لها كلمة أيتس. فما اقول لك التهاب في الزايده يبقى معناها ايه؟ ابندسايتس. طب لو عاوز اقول التهاب في المعده، كلمه معده باللاتيني يعني بس مخلصين جي اي تي. يلا ايوه صح جاستريك. اما احط الجاستريك ايتس تبقى جاستوايتس. لو قلت لك التهاب في العفريت تقول لي عفريتايتس. اي حاجه التهاب في منطقه تجيب الاسم اللاتيني وتحط ايه؟ وتحط ايتس. طب نقلب المستوى شويه نشوف بقى هتعرفوا الاسامي دي ولا لا. عاوز التهاب في الطنج. تنجتايتس. نجيب الاسم اللاتيني. هو الاسم اللاتيني من طنج. طنج برضه؟ لا 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 لينجوال دي الصفر. لينجوال دي الصفر. لا قولها لي شوكولاتيه برضه. شايف انا بطلع شوكولاتات في الاسامي بتاعتك. قولوها يلا. حلو مين اللي قالها؟ تمام قول السايتس. في اللسان الاسم اللاتيني منه جلوس. الاسم اللاتيني للسان بلوس. طب نقول سؤال تاني؟ نقول سؤال تاني. التهاب التستس نزلت لهم مواقف امتحان. هي مش اسمها باللاتيني تستس. لا هي الاسم الانجليزي تستس. الانجليزي. لا تستس. انتوا خدتوا ايه؟ مش خدتوا يوجينيتال؟ خدتوا تستس؟ خدتوا تستس. الاسم اللاتيني بتاعها ايه؟ مش عارف. ايه؟ لا 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 جاب لهم وقف امتحان قال لهم ايه؟ بص معايا كده هكتبها لك عند حضرتك اهي. اوركايتس اسمها اوركايتس. اوك ديت اللي هي تستس باللاتيني. معلش انا حاجات بتاع داشا بس الاقصى والاقل. المهم انا عاوزك تعرف القاعده. القاعده هي عباره عن ايه؟ الاسم اللاتيني زائد ايتس.
طب يا دكتور هل دي بتنطبق على جميع الاماكن في جسمي؟ بتنطبق على جميع الاماكن في جسمي ما عدا منطقتين. عشان ناخد القاعده كامله، ايه هما المنطقتين دول؟ عارف ايه اللي انا برسمها دي يا زعيم لو سمحت؟ دي اسمها ايه؟ دي اللنج. وانت عارف ان اللنج محاطه بغشاء يسمى ايه؟ يسمى البيتونيوم. البيتونيوم ايه الموصفه دي؟ باللور صح؟ الغشاء اللي بيحط ايه؟ باللنج. التهاب اللنج اسمه ايه؟ حد يعرف؟ التهاب اللنج اسمه نيمونيا، ما فيهوش ايتس يا دكتور. طب التهاب البلوره بنسميه ايه؟ التهاب البلوره يسمى بيلوزي، ما فيهوش ايتس برضه. الاثنين دول شواذ القاعده. فيما عدا ذلك في جسم حضرتك كله فلازم تجيب الاسم اللاتيني زائد ايتس. حاجه صعبه؟ اظن القاعده بتاعت التسميه سهله. طب كلام كويس جدا، تعالى نكمل مع بعض كده. خدنا الديفينيشن وخدنا التسميه، ندخل على اللي بعده الانواع والجدول اللي عند حضرتك. اكتب عليه ام سي كيو هام، بيجي يغلطك فيه في الام سي كيو. الجدول ده مهم، تدي عليه ام سي كيو. الجدول ده عباره عن ايه يا صديقي؟ الجدول ده حضرتك هتفرق ما بين الاكيوت انفلاميشن وتفرق ما بين الكرونيك انفلاميشن. اولا هي ايه انواع الالتهاب يا دكتور؟ ايه هي التايبس اوف انفلاميشن؟ انواع الالتهاب، اي دكتور يقول لك ده انت عندك التهاب حاد، واحد تاني يقول لك انت عندك التهاب مزمن. عاوزين نعرف الفرق ما بين الالتهاب الحاد والالتهاب المزمن. طب عاوزين نعرف الفرق ما بينهم او الفرق بينهم من حيث ايه بالظبط؟ فانت عشان تقول اي جدول لابد من وجود عناصر مقارنه للجدول ده. اول حاجه عاوزين نعرف بدايه الالتهاب والمده بتاعته والاصابه، وكمان عند حضرتك اخر ايتم العلامات. يبقى انا عاوز اقارن من حيث يا شباب اربع عناصر، البدايه والمده والاصابه والعلامات. يعني ايه كلمه بدايه الشيء؟ البدايه النقطه اللي بيبدا منها الانست، المده اللي هي الديوريشن، الاصابه اللي هي التيشو انجري، العلامات يعني الساينز. طب هي الساينز دي، عاوز اسال سؤال، بتكون لوكال في مكانها ولا سيستميك في الجسم كله؟ الاثنين. اللي بتكون الاثنين، ليه يا دكتور؟ تخيل حضرتك بتلعب ماتش وهو غلبان، وقعت في الماتش، رجلك اللي بيحصل فيها بيبدا يحصل فيها علامات التهاب. ايه علامات الالتهاب؟ رجلك بتحمر، تلاقيها بتسخن، تلاقيها بتورم، بتوجعك، مش قادر تحركها ومش قادر تؤدي الوظيفه بتاعتها روس اوف فانكشن. دول خمس علامات بنقول عليهم علامات الالتهاب، هنحكيهم مع بعض الحصه الجايه، مالكش دعوه بيها. اللي يهمني يا صديقي العزيز ان الخمس علامات بتاعت الالتهاب دولي لازم تكون عارفهم، لان الخمس علامات دولي عشان اقول المنطقه دي حصل فيها التهاب لازم يحصل فيهم الخمسه دول. طب نرجع لموضوعنا، المقارنه ما بين الاكيوت والكرونيك. بص معايا في الرسمه الحاجه البسيطه دي، ادي عندنا خط بياني كده اهو، وادي خط بياني هنا اهو. نلاحظ ان في الالتهاب الحاد البدايه بتكون سريعه جدا، ولكن مده حدوث الالتهاب بتكون مده صغيره. بينما في الكرونيك عشان يبدا عاوز فتره طويله، والمده بتاعت الالتهاب مده طويله جدا. طب نيجي نترجم الكلام ده واحده واحده لو سمحت معانا. عاوزين نقارن اول حاجه الكونسيبت. البدايه بتاعت الالتهاب هنا عند حضرتك الالتهاب الحاد بتكون سريعه ولا بتكون بطيئه؟ بتكون سريعه. يعني ايه؟ حضرتك وقعت، ايه اللي حصل في رجلك؟ التهبت. ده اكيد انفلاميشن، اللي هو الالتهاب بيحصل جاست ويز مينتس او اورز، جاست بياخد دقايق او ساعات عشان يحصل. ده بنسميه ايه؟ اكيد انفلاميشن. يبقى الكونسيبت بتاعت الاكيد انفلاميشن بتكون ايه يا شباب؟ بتكون رابت او بتكون عند حضرتك فاست، سريعه. طب بالنسبه للكرونيك، البدايه بتكون بطيئه جدا، يعني البدايه بتكون سلو، او في بعض الكتب بيكتب جرادوال، يعني تدريجيا. طب ما ندي مثال، عندك مرض زي مرض التي بي، السل. مرض السل عشان يحصل في جسم البني ادم البكتيريا بتدخل، بس ما بتعرفش تتغلب على جسم البني ادم. لو منعت حضرتك ولنفرض ان هي سليمه، التبيب مش هتقدر تتغلب على جسمك.
فجسمك يقعد يحارب في التي بي، فالتي بي ما تقدرش تعمل التهاب في ساعتها. عشان تقدر تعمل التهاب بتقعد تقريبا سنتين. سنتين ده وقت كبير ولا قليل؟ كبير جدا. يعني البدايه بتاعت الالتهاب بطيئه سلو، يبقى دي نسميها كرونيك ولا اكيوت؟ هناخده ضمن الكرونيك انفلاميشن بعد كده بعنوان. طب اما نقارن من حيث الديوريشن، المده هنا بتكون ايه يا بابا؟ قليله. المده بتكون شورت، المده بتكون صغيره. دور الالتهاب اللي بيجي لك هو احلى مثال للاكيوت انفلاميشن. دور الالتهاب بيخف خلال ايه؟ 5 ايام او اسبوع بالظبط. يبقى ديت اسمه اكيوت انفلاميشن. بينما الكرونيك اللي كل التيبي اللي احنا ضربنا عليها مثال اللي هي بكتيريا السل، قلت لك لما تعمل الالتهاب عاوزه كام؟ سنتين. طب مده الالتهاب بعد كده 8 سنين. يعني مده الالتهاب مده طويله جدا، عشان كده الديوريشن بتكون لونج. يبقى اول حاجه من حيث البدايه ومن حيث المده، بعد كده من حيث الاصابه، من حيث التيشو انجري. الاكيوت انفلاميشن بيكون معاه اصابه، والكرونيك بيكون معاه اصابه. حد يعرف يقول لي ليه؟ لان الالتهاب هو رد فعل يا ولد، فكلا الحالتين لابد من وجود فعل، والفعل هو عباره عن الشرط اللي حضرتك خدته قبل كده اللي اسمه سفير انجري. فكلا الحالتين الاثنين لازم تبقى معاهم تيشو انجري، ولكن تختلف. فحاله الاكيوت دول بعد بيكون بسيط شويه، فعاده بيكون الاكيوت انفلاميشن يوجوالي مايلد، يعني جاست بيكون حاجه بسيطه. وهو كاتب لك ايه؟ يوجوالي، يعني مش لازم يكون مايلد. زي حالات النيمونيا اللي احنا لسه واخدينها، قلت لك نيمونيا معناها ايه؟ التهاب رئوي. قلت لك التهاب رئوي، طب يا دكتور ما فيهاش ايتس ليه؟ ما هيش لسه لا تنطبق على القاعده. طب كلام كويس. النيمونيا ديت المريض بياخد 9 ايام، واليوم التاسع بيبقى يوم فيصل في حياه المريض، لدرجه ان احنا بنسميها ما بيننا كدكاتره بنسميها مرض اليوم التاسع. مرض اليوم التاسع ده ممكن يرجع على الانسان خالص، ممكن يؤدي بحياه الانسان الى الوفاه. فهو اكيوت انفلاميشن ولكنه سي في مش مايلد، عشان كده هو قال لك هنا ايه؟ يوجوالي مايلد. معلش التعود الباثولوجي، والله الدفعه الاكبر منهم كانت سالت في سؤال لفظتين في الام سي كيو، يوجوالي اولوز. والله الاثنين اتسالوا فيها في الاختيارات، الاثنين كانت موجود، يوجوالي كذا اولوز كذا، يوجوالي انلارجد اولوز انلارجد، كان الفرع هو معين. فما تستبعدش اي حاجه على قسم الباثولوجي، فهتلاقيني بفسر لك كل كلمه. انا ممكن الحصه تاخد مني 10 دقائق او تلت ساعه، وممكن تاخد مني ساعه، بس الحصه الساعه دي انت هتطلع كل ام سي كيو هاي حضرتك واخدها، كل نظري حضرتك عارفه، الدنيا متسيستمه عندك كويس. اما الحصه ربع ساعه تلت ساعه هتلاقي نفسك شقلبتك وقلبتك كده، وانت عاجبك الحصه وزي الفل، بس تروح تلبس ايه؟ في الامتحان اخر سنه. فخلينا نشتغل بما يرضي الله، شرح بما يرضي الله، عشان لما تحل الاسئله تلاقي الدنيا سهله. طب نرجع مع بعض كده، يبقى يجوا ليا دكاتره مايل اند سيلف ليميتد. يعني ايه كلمه سيلف ليميتد؟ سيلف ليميتد قلت لك طبق على دور البعد. لو نسيت تكتب عند حضرتك دور البعد، دور البعد انت لازم تاخد له اي دواء؟ عادي جدا ممكن ما تاخدلوش اي دواء، بيكون ايه سيلف ليميتد؟ بيخف لوحده. ده احنا كنا بنخلص او بناخد ادويه عشان نصارع من عمليه ايه؟ او نستحمل شويه الالم اللي بيعملهم دور البعد الاقصى والاقل، لكن انت لو سبته والله لا يخف لوحده. طب بالنسبه بقى للكرونيك انفلاميشن، التيشو انجري اخبارها في ايه؟ التيشو انجري هنا بيكون سيفير، عادة بيكون سيفير زي في حالة تي بي. تخيل في بكتيريا داخلة جسمك وعمالة تمر فيها مفتاي 8 سنين. إيه الأخبار؟ إيه التيشو إنجري؟ إيه الإصابة بتاعت النسيج هتبقى عاملة إيه؟ ده التي بي هتلاقيها دمرت معظم الأورجنز بتاعت الجسم. إحنا عندنا تقريباً 30 أو 20 صفحة في التي بي لوحدها كده. بناخدها في إيه؟ إصابات في الأورجنز المختلفة اللي بتؤثر عليها التي بي. فبالتالي هي بتعمل عادة سي في اند بروجريسيف. كلمة بروجريسيف لو عايز تكتب عليها اكتب عليها تدريجيا. يعني ايه تدريجيا؟ يعني المرض ده مش مرة واحدة كده بيحصل، لا، ده في البداية بيكون هادي لحد ما يقدر يتغلب على الجسم وبعد كده يديله على دماغه، فده بنسميه بروجريسيف. وفي أمراض البروجريسيف عندنا في الطب كتير، زي مثلا ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم بيكون بروجريسيف، في البداية المريض ضغطه جوست هو 130، بعد شويه 140، بعد شويه يدخل في 160. فارتفاع ضغط الدم او ضغط الدم بيزيد تدريجيا لحد ما نوصل مثلا 80 سنه تيجي تقيس الضغط لعمك الحاج تلاقيه 200 على 120، وبسم الله ما شاء الله عمك الحاج ماشي، فمش ازاي عم الحاج؟
لما ضغطي بوصل 140 مش بقدر امشي. المهم ده من حيث التشو انجن اصابه الخليه. اخر حاجه من حيث الساينز. يعني كلمه ساينز يا شباب علامات. طب قلنا العلامات دي بتكون في مكانها ولا في الجسم كله؟ الاثنين. ليه بقى؟ جه دور بقى او حضرتك لما بتتعور. اول ما بتتعور ايه اللي بيحصل لك؟ المنطقه هنا بتلتهب. قلنا ايه علامات الالتهاب؟ هل تفكري بيها؟ الحته بتحمر وبتسخن وبتورم كمان وبتوجعك ومش عارف تستخدمها. الخمس علامات دول. خمس علامات دول بيحصلوا في المنطقه اللي حصل فيها الانجل. فعشان كده بنسميها لوكال ساينز. يبقى انا العلامات دي ممكن تكون لوكال. بس تيجي بالليل مامتك تيجي تشوفك كده تصعب عليها تدخل تغطيك في البعد ده تلاقي حضرتك درجه حرارتك مولعه. هو ايه اللي حصل؟ علاقه درجه حرارتي بالالتهاب اللي حصل الصبح. اصل الالتهاب بيطلع مواد كيميائيه يا ولد بتروح تلعب في النظام بتاع درجه الحراره وتعلي درجه حرارتك. ساعتها دي بنسميها لوكال؟ لا بنسميها سيستميك. حتى تلاقي في الالتهاب لو حصل لك التهاب او صبعك متعور تلاقي مالكش نفس تاكل ولا حاجه تسقف قبطين. دي كلها سيستميك مانيفستيشن علامات بتحصل في الجسم كله. عشان كده هنا احنا في الساينس لوكال اند سيستميك. طب بالنسبه للوكال اند سيستميك ساينس في حاله الاكيوت بتكون موجوده بكثره وفي حاله الكرونيك بتكون موجوده بصوره اقل. حد يعرف ليه؟ ليه قلنا في الاكيوت بتكون موجوده بكثره بينما في الليكونيك بتكون موجوده بصوره اقل؟ عشان هو بيبدا ايه؟ بالظبط كده. الليكونيك بيبدا براحته خالص. فبالتالي اللوكال اند سيستميك ساينز بتكون لسه دوميننت. هو مش لسه بقى هيعمل لوكال اند سيستميك ساينز وبيدخل على الضد على طول يدخل على الاوجن في مدار سنتين يكون مدمر. بسم الله ما شاء الله تروح تقرا على بقى ايه الفاتحه. اما هنا في الاكيوت لا. ده في الاكيوت بيبدا شديد. وما بيبدا شديد العلامات بتاعته بتكون واضحه جدا. العلامات بتاعته بتكون يا شباب واضحه بتكون بوميان. وده من حكمه ربنا. لو التبي دخل الجسم وعمل الالتهاب بتاعه بسرعه كنا عرفناه وعالجناه. لكن احنا ما بنكتشفش عيان التبي اللي وهو جاي يشتكي يكح دم. وعيان التبي اصلا لو جاي يكح دم فاحنا بنعرف ان العيان التبي اتمكن منه. التبي انتشر لمعظم جسمه اصلا. فبيجي لك المريض في الاخر. فعشان كده اللوكال اند سيستميك ساينز عاده بتكون ليس بروميننت. معنى كده ان هي مش موجوده؟ موجوده بس كل حكايه مش ظاهره. اما هنا يا صديقي في الاكيوت بتكون ايه؟ بتكون بروميننت ظاهره. حد ليه اي سؤال في المقارنه دي؟ المقارنه دي مهمه. يبقى ايه الفرق ما بين الاكيوت؟ ده فريق الاكيوت وده فريق الكرونيك. هقول هنا الاكيوت وهقول هنا الايه؟ الكرونيك. وانا وجه المقارنه من حيث الاونست الاكيوت رابد، من حيث الاونست الكرونيك سلو، من حيث الديوريشن من حيث الديوريشن من حيث التشو انجي يوجوالي مايلد اند سيلف ليميتد. طب من حيث هنا التشو انجي سي في اند بروجريسيف. طب من حيث صديق الساينس سواء لوكال او سيستميك بوينت. طب هنا بيس بوينت. طب كلام كويس. ده بالنسبه على او المقارنه بتاعت الاكيوت والكرونيك. بعد كده اقلب الصفحه كده اقلب الصفحه عند حضرتك هتلاقي بدا يدخل لك بقى في الاكيوت انفلاميشن. ليه؟ لان دي دراستنا تقريبا معظم الشابتر في الاكيوت انفلاميشن في الالتهاب الحاد. عاوزين نعرف ايه في الالتهاب الحاد؟ أول حاجة عاوزين نعرفها في الالتهاب الحاد هي أسباب الالتهاب الحاد. تاني حاجة عاوزين نعرفها وده الجزء النظري في حصتنا اللي احنا عاوزين نعرفه اللي هناخده في الصبوة اللي بعد دي بعون الله يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. خطوات حدوث الالتهاب. شايف إن أنا حكيته لك على الصبوة كده في الأنيميشن. وقلت لك ان الوعاء الدموي بيوسع والخلايا المناعيه بتطلع والحاجات دي كلها. ده كله عاوزين نرتبه مع بعض كده في هيئه خطوات. الموضوع فيه ديتيلز وفيه تفاصيل كتير. هو الوعاء الدموي بيوسع ازاي؟ واما الوعاء الدموي يوسع ليه في ميه بتطلع من الوعاء الدموي لبره؟ هي الدنيا سبهلله كده؟ طب والخلايا المناعيه دي اصلا هي كانت ماشيه في النص، ازاي مشيت على الاطراف بتاعت الوعاء الدموي وازاي طلعت بره؟ طب هي الخلايا المناعيه لما طلعت بره ازاي راحت لمكان البكتيريا وعرفت ان دي البكتيريا؟ هو الخلايا المناعيه لها عيون؟
ملهاش عيون. دي كلها هناخدها في هيئه التغيرات اللي بتحصل في الاكليك انفلاميشن، ودي كلها اسباب منطقيه المفروض تسالها لنفسك، بس انا سالتها بناء عليه. تعال بس ناخد الكوز وناخد استراحه 5 دقائق ونكمل حصتنا. الاسباب بتاعه الانفلاميشن يا صديقي زي اسباب السيل انجري، بس انت مش فاكر اسباب السيل انجري، فاحنا هنقولها مع بعض تاني سريعا كده، بنحفظها بعوامل فيزيائيه وعوامل كيميائيه وعدوى مناعيه والتي تي اف. ايه الحاجات دي؟ عشان بس ايه نحفظها بسهوله مع بعض. يعني العوامل الفيزيائيه زي الفيزيكال ايجنت. يعني ايه كلمه يا دكتور فيزيكال ايجنت؟ يعني الفيزيكال ايجنت بكل بساطه اللي هي واحد اتعرض مثلا لحرق لبرن، او واحد اتعرض لدرجه حراره قليله. طب واحد لما يتعرض لحرق سخونيه، واحد مثلا حطيت على البوتاجاز يمسك حاجه سخنه، هيحصل فيه دي انفلاميشن. لكن واحد اتعرض للبرد ممكن يحصل عنده انفلاميشن؟ هل ده ممكن يحصل او ما يحصلش؟ واحد اتعرض للبرد، واحد مثلا قاعد في فوق جبل، الدنيا كلها تلج هناك، اللي انتوا كلكم اللي سكتوا قالوا فيها، الدنيا تلج هناك، دايما تلاقي هناك لابسين قطوائي ولابسين قلتيات كده ومكتفين نفسهم جامد، هل البرد ده ممكن يعمل التهاب؟ في حاجه اسمها عضة الصبيع، فورست بايت، بالظبط كده. الفورست بايت دي عباره عن ايه؟ رد فعل من الجسم بيكون على هيئه التهاب. ده الناس اللي ما تلبسش طواقي بقى درجه الحراره برد جامد ممكن تفقد ودانها، ممكن ودانها الاوعيه الدمويه اللي فيها يحصل فيها تغيرات، ويحصل في المنطقه دي نيكروسز، ولكل فعل رد فعل. النيكروسز اللي حصل يحصل عليه انفلاميشن ويحصل غرغرينه بعد كده، وتلاقي ودانه بتقع في بعض الاحيان يعني. ماشي، بعد كده عوامل فيزيائيه، عوامل كيميائيه. زي ايه العوامل الكيميائيه يا دكتور؟ 2 الاسيد والالكايد اللي هي الاحماض والقواعد، سواء احماض قويه سواء قواعد قويه. طب الاحماض واحنا عارفين بتعمل ازاي، لكن حد يعرف قواعد بتعمل تيشو انجي، بتعمل اصابه؟ حد يقول لا دكتور، طب انا هنكتب الاصابه دي دلوقتي، انت بتتكلم في انفلاميشن، تقول لي اسباب الانفلاميشن يا ولد. ما هو الانفلاميشن ما هو الا رد الفعل، وعشان تعرف اسباب رد الفعل اعرف اسباب الفعل بس كده. فحضرتك الالكايد المواد المواد الكرويه ديت هي عاده برضه مواد كويه، بس ممكن مش عارف عند معظم طلاب الطب كده يحسوا ان المواد الحمضيه دي حاجه شريره، بينما المواد الكرويه دي حاجه حلوه. المواد الكرويه دي من اشهرها ماده اسمها البوتاس. ماده البوتاس دي بتستخدم في الدول الفقيره. ماده البوتاس هي ماده بيغسلوا بيها الملابس، بتكون عامله زي اللبن كده. والمشكله ان بعض الاطفال او بعض البنات ممكن ينتحروا بالماده دي، وفي ناس بتستخدمها از اسوسايدال، او السايدر عاوزه تعمل بيها عمليه انتحار، او ممكن الاطفال مثلا يتلخبطوا بينها وما بين اللبن، وتلاقي لو مامته حاطه قدامه ازازه البطاطس ولا حاجه جنب الثلاجه تلاقي شيل ازازه البطاطس. ودي كانت تحصل زمان ايام ما كان المصريين بيغسلوا بالبطاطس، وكانت بتيجي مستشفى القصر العيني الواد الكسوف الجزري بتاعه مكوي ومتليف كمان، تقعد تسلك في التليف ده بالعافيه. فلا، المواد الكرويه القويه هي مواد مؤذيه وبتعمل انجي. يبقى عوامل فيزيائيه وعوامل كيميائيه وعدوى مناعيه. يعني عدوى انفكشن، وهنا عاوزك تعلم لي عليها كويس جدا. ليه يا دكتور؟ لان الانفكشن سواء بكتيريا او فيروس او فنجس او بارازايت فهي تعتبر اهم سبب لحدوث الانفلاميشن. من اول ما بدانا الحصه كنت عمال اقول لك ايه؟ مش هدي حاجه. من اول ما بدانا الحصه عمال اقول لك انفكشن 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 انفكشن. فالانفكشن هي اشهر حاجه لحدوث الالتهاب على الاطلاق، عشان كده يفضل انك تكتبها في الاول. وهنا النقطه اللي انا كنت بقول لكم عليها، المصحح لما بيدخل يصحح سؤال يبقى عينيه على كلمات معينه. دي المصححين اللي بيفهموا ومعظمهم بيقولوا كده، وفي مصححين تاني داخل يلا يعني بص هو عاوز ينقصك، انا ناقصك هينقصك. انا بتكلم على المصحح دلوقتي اللي ايه اللي فاهم الماده وداخل يصحح بفهم، داخل يشوف اسباب الالتهاب. هو سؤال نظري مش مشهور، بس انا بديه لك كمثال. يعني في حاجات لازم تكتبها في السؤال الاول، مش ينفع تقعد تلغي عوامل فيزيائيه كيميائيه وتكتب المناعه وتكتب الثلاثه اللي هنقولهم دول وتنسى اصلا ان في انفكشن.
لان الانفكشن مكتوب عند حضرتك في كتابك ذا كومنست كوز اوف انفلاميشن، اشهر سبب لحدوث الانفلاميشن على الاطلاق هو الانفكشن في اي منطقه من مستوى العالم. طب بعد كده عدوى مناعيه، يعني ايه كلمه مناعيه؟ يعني اسباب اميونولوجيكال. والاسباب الاميونولوجيكال دي يا صديقي عباره عن حاجتين، عباره عن نوعين من الامراض المناعيه، وهناخدهم باذن الله في دراستنا بالتفصيل، وهتاخدهم في علم المايكروبيولوجي. حاجه تسمى الاوتو اميون ديزيز، وحاجه ثانيه بنسميها الهايبر سنسيتيفيتي. ايه الاوتو اميون ديزيز؟ الاوتو اميون ديزيز هي امراض المناعه الذاتيه. يعني ايه؟ جسمك يحصل فيه خلل ما في الجينات، ويبدا يشوف الانسجه بتاعتك كانها انسجه غريبه، اضر للبنات البنات مثلا عندنا روماتيزم المفاصل، مشهور عند الفيميل بنسبه كبيره جدا. روماتيزم المفاصل عباره عن ايه؟ كل الحكايه بيحصل تغير في جينات معينه لخلايا موجوده في المفاصل، يبدا الاجسام المضاده بتاعت جسمك اللي هي المفروض متعارفه على الانسجه بتاعتك تبدا تضرب في المفاصل بتاعت جسمك كلها، تعمل ما يعرف بروماتيزم او روماتويد ارثرايتس. روماتويد ارثرايتس حاله بتحصل في الفيميل، وهي عباره عن اوتو اميون ديزيز، يعني جسمك بيشوف الانتيجين بتاعه كانه انتيجين غريب فبيروح يضرب فيه. ده اسمه ايه يا دكاتره؟ اوتو اميون ديزيز. في حاجه ثانيه اسمها هايبر سنسيتيفيتي. يعني ايه كلمه هايبر سنسيتيفيتي؟ الهايبر سنسيتيفيتي يا دكاتره معناها ايه؟ هايبر سنسيتيفيتي يعني ايه؟ حد يعرف؟ فقد حساسية. حلو، فقد حساسية. أنا كنت عاوز حد يقول لي حساسية بس عشان أعلق عليها، كلنا حساسين. لكن الهايبر سنسيتيفيتي هي فقد في الحساسية. يعني إيه فقد في الحساسية؟ يعني الكورونا داخل اللونج بتاعتك. كورونا داخل الفيروس مش كوفيد على فكرة، كوفيد في تركيبه مش عنيف، هي مشكلة كوفيد كانت معانا في العالم كله في صورة انتشاره، وليس عنف الفيروس ده. هو بينتشر بسرعة، بينتشر عن طريق النفس. أنا وأنت نقلت لك الفيروس خلاص كده. ده المشكله كانت عندنا في كوفيد. المهم كوفيد لما كان بيدخل كان احيانا جسم الانسان هو اللي بيدمر نفسه. ليه يا دكتور؟ بدل ما يقضي على الفيروس هو موجود مثلا في المنطقه دي كده، موجود في الحته دي كده، تمام؟ بدل ما دمر المنطقه دي بس او دمر الفيروس بس، ده انا هدمر السبوره كلها. فهنا في اكزاجيريتد ريسبونس، هنا في فاط في الحساسيه، ده بنسميها ايه؟ هايبر سنسيتيفيتي. دايما مثال كده بنحب نضربه، الدبه اللي قتلت صاحبها. كان فلاح مرة في المواد قاعد على شجره وساند ايه ظهره على شجره كده، وفي دبانه على مناخير الفلاح، والدبه عاوزه تهش الدبانه، عملت ايه؟ هشت الدبانه بالفلاح بالشجره اللي قاعد عليها الفلاح. هي كانت ممكن تهش الدبانه ببساطه، بس هنا هي عملت اكزاجيريتد ريسبونس. لما كده يقول لك القطه ما بتخاف على عيالها تاكلهم تاكلهم، مش عارفين المثال ده؟ طبعا بنات هيزعلوا كده عشان بيحبوا القطط. ماشي، نكمل مع بعض. ده بالنسبه للاسباب. بعد كده هتلاقي في بعض الاسباب السهله جدا زي ايه عند حضرتك مثلا؟ زي التي التيشو نيكروسيس، التي التروما، الاف اللي هي الفورم بودي الاجسام الغايبه. ما يهمنيش الكلام اللي جنبهم قوي، انا عاوزهم جاست اسماء. يبقى هي ايه الاسباب يا ولد؟ عوامل فيزيائيه، عوامل كيميائيه، وعدوى مناعيه، والتي عوامل فيزيائيه فيزيكال ايجنت، عوامل كيميائيه كيميكال، عدوى الانفكشن، ودي علم لي عليها لانها المهمه وتكتبها في اول السؤال لو جالك. يعني مناعيه اميونولوجيكال زي الاوتو اميون والهايبرسنسيفيتي، التي تي اف اللي هو التيشو نيكروسيس، وعباره عند حضرتك بعد كده التي الثانيه اللي هي التروما، والاف اللي هي عباره عن الفورم بودي. حد واقف عن او واقف قدامه حاجه لحد دلوقتي؟ عشان همسح السبوره وناخد دقيقتين ثلاثه روحه كده عشان ندخل في السبوره اللي بعدها، وهي سبوره واحده هنجمع فيها شويه معلومات كده بس مهمه، وهخليك تقسمها بعد ما نخلص كمان. حد واقف قدامه حاجه؟ طب تمام، خدوا بقى ايه دقيقتين ثلاثه روحه. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا نستكمل مع بعض. احنا خدنا مع بعض تعريف الاكيوت انفلاميشن او تعريف الانفلاميشن، وخدنا ازاي نسمي الانفلاميشن، وخدنا انواع الانفلاميشن اكيوت وكونيك، وقلنا دلوقتي هنبدا مع بعض فيها شباب في الاكيوت انفلاميشن. يعني الكلام ده كله دلوقتي على ايه؟ على الاكيوت انفلاميشن. ان بعد ما اخلص الاكيوت انفلاميشن فيطلع الطالب المحنك يقول لي دكتور، او الطالب النايم يقول لي بقى دكتور، قلت له احنا لسه هناخد كوريك، يقول لي الكوريك ما احنا كنا بناخد في ايه؟ حبيبنا ده كله اكيوت انفلاميشن. كل اللي بناخده دلوقتي الالتهاب الحاد اللي هو بدايته كانت عامله ايه؟
سريعه ومدته كان اخبارها ايه قليله والتيشو انجي يوجوالي مايند او سيلف ليميتد واللوكال ساينز اند سيستميك ساينز بتكون دومينانت. عشان كده يا صديقي العزيز احنا هناخد اللوكال اند سيستميك رياكشن. طب ان احنا بناخد فيه دلوقتي اللوكال رياكشن يبقى تاني كده احنا عندنا الاكيوت انفلاميشن بيكون فيه رياكشن او بيكون فيه ريسبونس بيكون فيه لوكال وبيكون فيه دكاتره سيستميك. عاوزك تكون فاهم انت بتاخد فين في الشطه بالظبط. احنا دلوقتي بندرس ايه اللوكال ريسبونس. يعني من الاخر ادي رجل حضرتك او رجل واحد اهو دخلها مسمار احنا بناخد التغيرات اللي بتحصل في الرجل هنا. احنا ما بناخدش التغيرات دلوقتي اللي في الجسم كله. الجسم كله الحصه الجايه بعون الله احنا بناخد دلوقتي التغيرات اللي بتحصل في المنطقه دي. طب قبل ما اخد التغيرات اللي بتحصل في المنطقه دي هو انت عارف ايه في المنطقه دي؟ المنطقه دي فيها تيشو. معلش هنتكلم مع بعض الكلام النورمال الفسيولوجي البحت ولكنه مهم ان حضرتك تعرفه وتكون طبعه في دماغك كويس قبل ما ندخل في الجزء ده. عندك ده التيشو كده حلو. ما بين التيشو ده بيكون في مسافات. المسافات دي بنسميها ايه؟ ايوه صح الانترستيشيوم. والانترستيشيوم ده بيحتوي على بروتينات ولا لا؟ بيحتوي على بروتينات بس بنسبه قليله. طب ايه اللي هنا ده؟ النسيج ده بيغذيه وعاء دموي. الوعاء الدموي اللي بيغذيه بيكون عباره عن شريان. في شريان كبير بيقعد يتفرع لافرع صغيره 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 عشان يديني يا دكاتره عشان يديني الارتريول. عشان يديني الايه؟ الارتريول. والارتريول بعد كده بيتفرع ويديني الكابيلاري. المفروض التغذيه والاكسجين اللي موجودين هنا بيروحوا للنسيج عشان يغذوه. وبعد ما النسيج بيتغذى وياخد الاكسجين والنيوترنت بتاعته بيرمي الميتابولايت ناحيه ايه؟ فين؟ ناحيه لزق اللي هو اسمه ايه؟ اسمه الفينيول. يبقى انت عارف ان السيكيوليشن ارتيول وفينيول واللي بينهم اسمه ايه؟ كابيلاري اللي هي الشعيرات الدمويه. طب حلو الفيسلز دي كلها متبطنه بخلايا تسمى خلايا ناعمه اهي كده. الخلايا دي بنسميها خلايا الاندوثيليوم. كلمه اندو يعني بداخل وثيليوم جاي من ايبيثيليوم. اندوثيليوم الخلايا المبطنه للاوعيه الدمويه. الخلايا المبطنه للاوعيه الدمويه فيها ميزتين مهمين بالنسبه لي. اول ميزه يا صديقي ان الخلايا دي ناعمه. ليه ناعمه؟ عشان الدم والخلايا ما تحتكش فيها ويتكون جلطات في المكان ده. اذا لو الخلايا دي خشنه ايه اللي هيحصل؟ هيتكون جلطات في المكان ده. تاني حاجة إن المسافات البينية ما بين الخلايا ضيقة. هو إحنا عندنا في الوعاء الدموي في بروتينات ولا لأ؟ أيوه يا دكتور في بلازما بروتينز. البلازما بروتينز ليه ما بتسيبش الوعاء الدموي بتطلع يا دكتور؟ لأن المسافات ما بين خلايا الإندوثيليوم إيه أخبارها؟ بتكون ضيقة. الخلايا او المسافات بتكون ضيقه فما ينفعش اطلع البلازما البروتين. عشان كده البلازما البروتين نسبتها او كميتها بتكون ثابته في المكان ما بتتغيرش بالنسبه للارتيول او الفينيول. هي كميتها ثابته ليه؟ لانها ما بتطلعش مع الاكسجين او ما بتطلعش مع التغذيه. حد ما طالع الكلام ده؟ طب حلو. الشريان ده بيكون ليه ديامتر. بيكون ليه يا شباب؟ ديامتر. قطر معين. القطر بتاع الشريان بنسميه ايه؟ معلش على هذه الكلمه يعني بس هي مكتوبه في الكتاب اسمها كاليبر. اسمها ايه؟ اسمها كاليبر اللي هو الديامتر. تمام؟ طب الدم بيمشي هنا جوه الوعاء الدموي بتدفق بسرعه معينه. يعني هنا في عند حضرتك في حاجه اسمها الفلو. يعني ايه الفلو؟ تدفق الدم. يبقى معلش انا عندي الشريان عنده ليه ايه؟ قطر معين. وليه تدفق؟ ما تبصيش في اي مذكره. انا مش عارف تبص في مذكره، كان مش موجود في مذكره. انا لو دخلت اشرح لك على طول 99.9 حضرتك مش هتفهم. لازم اعملك اساس الابنورمال بخرجي. حضرتك بتهمي اساس بعد كده تشرح الابنورمال. تهمي النورمال وتفهم الابنورمال الدنيا هتكون بالنسبه لك سهله. لكن مشكله الباثولوجي ان الطالب عاوز يدخل على الابنورمال على طول. انجزني يا دكتور، انجزني دي قبل الامتحان. اما احنا دلوقتي لازم نفهم مع بعض. فعند حضرتك هنا في الكاليبر اللي هو القطر بتاع الوعاء الدموي وتدفق الدم. الدم بيمشي في الوعاء الدموي بسرعه معينه. ما بيمشيش ببطء، لا هو ليه سرعه معينه وسرعه قويه كمان. بتعمل عمليه تسمى عمليه الطرد المركزي. لو انا عندي انبوبه
وبخ فيها سوائل، السوائل فيها كومبوننت، فيها حاجات بكثافه مختلفه، هو ده الدم. الدم يحتوي على خلايا دم بيضاء وخلايا دم حمراء وصفائح دمويه وبلازما بروتينات. هل الحاجات دي كلها بتمشي مختلطه مع بعض كده هيزا بيصف؟ لا طبعا، كل حاجه بتمشي في منطقه معينه. الدم اللي بيضخ في الانبوبه الحاجات الاعلى كثافه بتمشي في النص، والحاجات الاقل كثافه تمشي على الاطراف، ودي من حكمه ربنا. الخلايا تمشي في النص، والدم الخفيف الميه يمشي على الاطراف. الاطراف فيها الاندوثيليوم فتحتك بالميه مش هيحصل اي دمج، ولكن في النص في الخلايا. تخيل لو الخلايا على الاطراف هتعور الاندوثيليوم ويحصل جلطات عند حضرتك. فهمت المنطقه؟ يبقى تاني كده، لو عندك انبوبه وبتضخ فيها سوائل بس السائل ده بيحتوي على حاجات بكثافه مختلفه، حلو كده؟ خلايا دم بيضاء وخلايا دم حمراء وبلازما بروتينات وشويه بلازما، حلو. الحاجات اللي كثافتها عاليه هتمشي في النص، اللي هي ايه تاني؟ سمعوها لي. لا انا عاوزكم فاهمين، مش فاهمين هعيدها تاني. فاهمينها ولا عيدها تاني؟ عيد. تمام ماشي. انا عندي انبوبه هنا، الانبوبه دي فيها ايه؟ فيها خلايا دم بيضاء وخلايا دم حمراء صغيره، وفيها عند حضرتك بلازما بروتينات، وفيها بعد كده في بلازما كده. ايه الترتيب اللي انا رتبته ده؟ لو تلاحظ الخلايا المناعيه بتكون فين؟ في النص، والخلايا الدم الحمراء حواليها، ثم البلازما بروتين، ثم بعد كده على الاطراف في الدم. انا مش عاوزك تتخيل دي رسمه مسطحه، انا عاوزك تتخيلها انبوبه كده، فتلاقي ان الدم على الاطراف والخلايا المناعيه فين يا دكاتره؟ في النص كده. طب ليه يا دكتور؟ لان القلب بيضخ الدم في انبوبه. الدم في حاجات بكثافات مختلفه، معلش ما تحطوهاش فيزياء شويه، لا هي عاديه، حاجه عاديه خالص يعني هتفهموها. فخلايا الدم دي كثافتها عاليه، فانت لما بتضخها بسرعه جامد بتندفع في النص. طب اذا لو بطلت السرعه ايه اللي هيحصل؟ وعلى الطرف. حلو كده؟ فاهمين الحته دي؟ طب كلام كويس. دي نكتبها يعني ايه؟ من اصعب الاجزاء عندنا. اخر حاجه عاوزينها تدفق الدم في الوعاء الدموي. الدم ده بيضغط على جدار الوعاء الدموي. الضغط ده بينتج عنه ضغط يسمى الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر، اللي هو الضغط الواقع على جدار الكابيلاري. سمعت عنه قبل كده؟ لا اكيد سمعت عنه في الفيسيولوجي. الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر هو الضغط الواقع على جدار الكابيلاري. عاوز يعمل الضغط ده؟ عاوز يودي الدم من جوه الشريان بره الشريان. طب هل كل الدم اللي جوه الشريان بيروح بره الشريان؟ لا طبعا. طب مش معنى ما هو في ضغط بيدفع لبره؟ اصل يا دكتور عند حضرتك في حاجه اسمها بلازما بروتينز. البلازما بروتينز بتولد الضغط، اسمه يا دكتور اوزموتيك بريشر. وخلي بالك الاوزموتيك بريشر ده هو ضغط اي بروتينز. يعني ايه يا دكتور؟ يعني البروتينات اللي في الانترستيشال تيشو ليها اوزموتيك بريشر. طب افرق ما بينهم ازاي؟ البروتينات اللي جوه الوعاء الدموي البريشر بتاعها بنسميه بلازما اوزموتيك بريشر، بينما الضغط بتاع الانترستيشال بنسميه تيشو اوزموتيك بريشر. يبقى انا عندي هنا ضغطين مهمين جدا جوه الوعاء الدموي. ضغط عاوز يدفع على جدار الوعاء عشان يطلع الدم بره اسمه ايه؟ كابيلاري هيدروستاتيك بريشر. وضغط اسمه بلازما اوزموتيك بريشر. طب ده عاوز يدفع البروتينات جوه الوعاء الدموي. انا عاوز ادفع الدم بره ازاي؟ ده انا عاوز امص الحاجات لجوه. الاثنين بيضادوا بعض ولا مع بعض؟ الاثنين بيضادوا بعض. الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر دي قوه دفع، والبلازما اوزموتيك بريشر دي قوه جذب. ركزوا فيها عشان الناس اللي انا ايه اللي ناوي يتحضر معادله امريكيه شويه، مشروحه في كتب المعادله الامريكيه بالتفصيل الممل، وفيها حته شويه تكات كده وموجوده في كتابك برضه، فانا هقولها لك وافهمها لك بما يود الله. المهم حد مش فاهم حته الضغوط دي؟ لو حد مش فاهمها قول لي. معاك تمام؟ ولا اقولها تاني؟ معاك تمام ولا اقولها؟ اقولها تاني؟ يبقى حلو. يبقى انا عندي دلوقتي كام ضغط يا شباب؟ كابيلا هيدروستاتيك بريشر، قولوا معايا ضاغط على ايه؟ على الكابيلا. دافع ولا جذب؟ دافع. طب الناس مظبوط البريشر؟ جذب. ناحيه فين؟ البلاد فيسل. ناحيه ايه؟ ناحيه البلاد فيسل، ان البروتينات دي جوه ايه؟ البلاد فيسل. طب التيشو مظبوط البريشر؟ دافع ولا جذب؟
العزب برضه بس ناحيه ايه التيشو نسبته قليله ولا عاليه؟ التيشو نسبته مش نسبته قليله لان البروتينات في الانترستيشن بتكون قليله. برضه البروتينات دي فين؟ جوه الوعاء الدموي وفي الخلايا ذات نفسها. الكلام ده كله نورمال فيسيولوجي. طب ليه يا دكتور؟ عشان حضرتك دلوقتي هنحكي الباثولوجي. عاوزين نحكي من اول ما المسمار يدخل لحد ما الخلايا المناعيه بتطلع وتروح تاكل البكتيريا اللي دخلت مع المسمار او الانفكشن. طب دي بيكون في هيئه ايه؟ بص معايا. اول ما المسمار يدخل بيعمل ايه؟ فعل اللي هو ايه يا دكتور؟ يعني التيشو ديستراكشن في المنطقه دي ولا في كل جسمك؟ في المنطقه دي. فاول حاجه اللوكال تيشو ديستراكشن. ولكل فعل رد فعل. رد الفعل بيكون عباره عن ايه؟ تغير في الوعاء الدموي. بيكون يا دكاتره تغير في الوعاء الدموي بنسميها فاسكولار تشينج. وبناء عليه اما الوعاء الدموي نغير في طبيعته هنغير في الخلايا اللي ماشيه جوه. بمعنى لو سرعه الدم قلت ايه اللي هيحصل؟ الخلايا اللي ماشيه في المستطوح فين؟ على الاطراف. يعني اذا التغير في الوعاء الدموي طبيعه الدم سواء بقى الكتر او التدفق بيحصل تغير في الخلايا ولا لا؟ بيحصل. عشان كده الخطوه الثانيه السيلولاي تشينج. حصتنا النهارده عباره عن ايه يا شباب او الجزء اللي بقى من حصه دي؟ الفاسكولار تشينج. الحصه الجايه هبص لك السيلولا الفاسكولار تفصيليا. طب صل على النبي كده يلا بقى. تعالى ايه؟ تعالى معايا ونشرح الفاسكولار تشينج بما يرضي الله. عاوزك تركز معايا كده. ادي عند حضرتك الحته اللي دخل فيها المسمار. المسمار اول ما يدخل هنا هيعمل ايه يا دكاتره؟ هيعمل لوكال تيشو ديستراكشن. فالنسيج اللي هنا هيتدمر ولا لا؟ هيتدمر. فالنسيج ده اما يتدمر هيطلع منه مواد. في مواد كيميائيه هتيجي في المنطقه دي. لو فاكر البكتيريا اللي انا قلت لك بتطلع مواد كيميائيه ولا البكتيريا دي بتطلع مواد كيميائيه؟ ايه هي المواد الكيميائيه؟ عاوز منهم اسمين دلوقتي. اول ماده يا صديقي العزيز تسمى هيستامين. وتاني ماده تسمى البراديكاينين. يبقى انا عندي كم ماده دلوقتي؟ مادتين. ماده الهيستامين والبراديكاينين بتطلع نتيجه ايه يا دكتور؟ نتيجه التيشو ديستراكشن. الهيستامين والبراديكاينين هما اللي بيحفزوا التغيرات في الوعاء الدموي. ايه اللي بيحصل في الوعاء الدموي؟ اول حاجه بتحصل ايه؟ عاوز ناس تفوق بس خمس دقائق بالظبط. اول حاجه بتحصل ايه؟ فازلوريتيشن. هنا ليه؟ ترانزيت فازلوريتيشن. عشان مكتوبه. تمام. طبيعي 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 جدا اي حد يتجاوب فازوريتيشن يا دكتور. مش انت قلت لي الوعاء الدموي هيوسع عشان يوصل خلايا مناعيه؟ بس شوف عظمه الخالق في الحته دي بقى. اول حاجه بتحصل يا صديقي العزيز من الوعاء الدموي اهو عند حضرتك يحصل فازوكونستريكشن. غلط. يحصل الترانزيانت فازوكونستريكشن. الفازوكونستريكشن اللي بيحصل بيكون لحظي لمده ثواني بس. يقول لك ايه؟ لاستنج اونلي فور سكندز. طب ليه يا دكتور؟ يعني هو ربنا بيعمل كده؟ لا طبعا. حد يعرف ايه؟ ماشي لا ممكن عشان لا 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 طبعا بالعكس. عشان يحمي البلد سيلز. هقول لك دلوقتي يحمي البلد سيلز. لا مش يحمي البلد سيلز. عشان يمشي السبستنس اصلا اللي هو لا عشان ما يحصلش مش في الدم. عشان الدم وبعدين ده ترانزيت حاجه لحظيه. بكتيريا ما تروحش حته ثانيه دي وظيفه حاجه ثانيه هقولها لك بعد شويه. او يبدا التغير في القشرة يتغير. شوف بقى هو بعض الناس بتقول ان الوظيفه دي نيجليكابل او نيجليبل يعني مجهله. بس هي ليها حكمه كده كان دكتور قالها كويسه جدا. يعني الترانزيانت فازوكونستريكشن اللي بيحصل ده جسم حضرتك قلت لك هو ما بيفهمش. الانفلاميشن از ا بروتكتيف ميكانيزم. فهو عاوز يحمي حضرتك باكبر قدر ممكن. لو جيت عورتك بدبوس زي ما عورت بسكينه؟ لا طبعا. حاله النزيف في حاله السكينه هيكون اكتر من الدبوس. هو جسمك فاهم كده؟ جسمك ما يفهمش. فهو بيعمل لترانزيانت فازوكونستريكشن كحمايه لحضرتك عشان ما يحصلش فازودايليتيشن مره واحده دمك تنزف مره واحده يحصل لك هايبوفوليميك شوك والطب ساكت تموت. ضغطك يقطع مره واحده وتلاقي الدم اللي رايح للبرين قل فتموت على طول. فعشان كده جسمك بيعملها ليه؟ لحمايه ليك انت. اللي ترانزيانت فازوكونستريكشن لاقصى والاقل.
فبعد الترانزيانت فاسكولستيشن ايه اللي يحصل بقى يا دكاتره؟ الهستامين اللي طلع هنا ده يحفز الوعاء الدموي ليسيبته على الوعاء الدموي، عشان يحصل في الوعاء الدموي ده فازو دايليتيشن. حصل الفازو دايليتيشن على مستوى ايه؟ الارتيول ام الفينيول؟ الارتيول، مش عشان اسمها بالرحمة، عشان هنا الهستامين بيشتغل على الارتيول، فيحصل ارتيولا فازو دايليتيشن. طب بص معايا يا صديق، اول ما يحصل ارتيولا فازو دايليتيشن كمية الدم اللي داخل ايه اخبارها؟ هتزيد ولا تقل؟ اكيد يا جماعة لو وسعت الانبوبة فكمية الدم اللي داخل هتزيد، يبقى كمية الدم اللي داخل ايه؟ هتزيد. يعني التدفق بتاعنا هيزيد ولا مش هيزيد؟ هيزيد. طب كتر الشريان اتغير ولا ما اتغيرش؟ اتغير. عشان كده اول خطوة موجودة عند حضرتك changes in vascular caliber and flow، التغير في كتر الشريان وتدفق الشريان. كانش ينفع ادخل عليك واقول لك ده مره واحده، لازم كنت افهمك اللي يحصل عشان اقول لك العنوان ده. يبقى الفاسكولار تشينج عباره عن حاجتين، اول حاجه منهم ايه؟ التغير في الكاليبر والفلو، التغير في كتر الشريان وتدفق الدم. اول ما يتغير كتر الشريان، يعني ايه كتر الشريان؟ يعني ترانزيانت فاسكونستريكشن ثم ارتيولا فازودايليتيشن، فيزيد تدفق الدم. ولما يزيد تدفق الدم اي ضغط من الضغطين دول يزيد. الكابيلر الهيدروستاتيك بريشر يعتمد بطريقه رئيسيه على تدفق الدم، فاذا زاد تدفق الدم ايه اللي يزيد يا دكتور؟ الكابيلري هيدروستاتيك بريشر، يعني قوه الدفع عند حضرتك هتزيد ولا تقل؟ تزيد. واما قوه الدفع تزيد كميه الدم والبلازما اللي هتروح للمنطقه دي تزيد ولا تقل؟ تزيد. عشان كده يبدا المنطقه دي ترشح دم، وعشان كده حضرتك اول ما بتقع بتلاقي المنطقه احمرت وتلاقيها سخنه. ليه محمره وسخنه؟ محمره يا دكتور وسخنه بسبب الارتيولا فازودايليتيشن والفلويد اللي طلع هنا. هسال سؤال، الفلويد ده يحتوي على بلازما بروتينات ام ايه؟ لا يحتوي على بلازما بروتينات، يعني الفلويد اللي بيتكون بسبب زياده الكابيلر هيدروستاتيك بريشر لا يحتوي على اي بلازما بروتينز. خلي بالك خطوه الارتيولا فازودايليتيشن ان يحصل توسيع في الوعاء الدموي والمنطقه ترشح دم وتبقى محمره وسخنه، دي مرحله او حاله كده بنسميها عندنا الهايبوريميا. كلمه هايبر يعني زياده، وكلمه ايميا يعني بلاد. طب ما اقول لك هايبر ايميا زياده تدفق البلاد، وده حصل ولا ما حصلش؟ حصل. طب اما تدفق الدم يزيد بسبب الانبوبه وسعت، سرعه الدم تقل ولا تزيد؟ تزيد. يعني المساحه زادت فهتقل بسرعه. اكيد. سيب المساحه والفيزيونيه، مش عاوزين نفهمهم كده، انا عاوز افهمكم طيب بس كده. عندك خرطوم ميه وبتسقي الجنينه قدام الفيلا بتاعت حضرتك اللي مش موجوده. الخرطوم ده اول ما تضغط على الجزء بتاعه سرعه الدم بتزيد او سرعه الماء بتزيد ولا بتقل؟ بتزيد. اما تسيب الخرطوم سرعه الماء بتقل. يبقى اول ما تضيق الانبوبه، دايما كده كان في خاصيه الانبوبه الشعريه، يقول لك الانبوبه الرفيعه بتمشي فيها الميه سريعه، بينما الانبوبه الواسعه الميه بتمشي فيها ببطء خالص. فانا عندي هنا الدم بيمشي ببطء ولا بسرعه؟ الدم بيمشي ببطء هنا، صح كده؟ يعني الدم هنا بيحصل له حاجه اسمها الليستيسيس. يعني ايه كلمه ليستيسيس؟ يعني وقود الدم. هي الخطوه دي مهمه؟ الخطوه دي هي مفتاح السيلولار تشينج. ليه؟ مش احنا قايلين من شويه ان خلايا الدم بتمشي في النص ولا على الاطراف؟ على الاطراف. النص. الدم بتمشي فين؟ ليه؟ كثافتها عاليه وسرعه الدم بسرعه معينه. طب كلام كويس، انا دلوقتي سرعه الدم قلت، ايه الاخبار؟ تمشي على الاطراف. ليه؟ عشان عاوز تروح للمنطقه دي، عمال اتقرب من المنطقه دي. فما تفتكرش ان الفاسكولار تشينج حاجه والسيلولار تشينج حاجه، عشان جايبها عند حضرتك في كتاب القسم بتاع الام سي كيو وعمال يلعب لك ما بينهم. لا، اوعى تفتكر ان الفاسكولار دي بتحصل وبعد ما يحصل الفاسكولار التغيرات في الاوعيه تحصل السيلولار. لا، الاثنين بيحصلوا مع بعض. وانا او يعني كنت مصر ان انا
ادمج لك الاثنين مع بعض عشان تقدر تتخيلها. ايه اللي حصل في الاول؟ ترانزيانت فازوكونستريكشن ثم اريولا فازودايليتيشن، فتدفق الدم زاد، فالكابيلاي هيدوستاتيك بريشر زاد، فرشح دم. الدم ده بيحتوي على بلازما بروتينز؟ لا يحتوي على بلازما بروتينز. الحاله دي بنسميها هايبوينيا. سرعه الدم قلت ولا زادت؟ قلت يا دكتور. حصل سبيسز، فالخلايا المناعيه اللي كانت ماشيه في النص يا صديقي العزيز، الخلايا المناعيه دي اللي كانت ماشيه في النص كده، بدات الخلايا دي تروح على الاطراف. طب نكمل مع بعض. دي اول حته عند حضرتك اسمها تشينج ان فاسكولار كريبر اند فلو. نوها مع بعض كده عشان يبقى الناس عارفين. اول حته ترانزيانت ايه؟ فاسكولار ستيشن. لاست اللي بيقول لي فور سكند فولود باي اريولار فاسودايليتيشن ميلي اندر ذا افكت اوف هيستامين ليدنج تو اكتيف انكريز اوف بلاد فلو ان كابيلاري. يعني ايه الكلمه دي عشان تفهمها؟ الهايبوينيا هي زياده الدم، بس زيادته بطريقه ايه؟ اكتف. علمنا على كلمه اكتف ليه يا صديقي؟ لان الفازودايليتيشن اللي حصل هنا مش الشريان يحتوي على طبقه مصل قويه؟ فانا الريسبتور اللي بتاعت الهستامين اللي موجوده على المصل هي اللي بتعمل فازودايليتيشن، هي اللي بتعمل ايه؟ فازودايليتيشن. فانا بذلت طاقه ولا ما بذلتش طاقه؟ بذلت طاقه، فيبقى اكتف ولا باسيف؟ اكتف. يبقى العمليه هنا الهايبوينيا عمليه اكتف. ايه ده يا دكتور؟ هو انا ممكن ازود الدم بعمليه باسيف؟ حد يعرف ممكن ازودها ازاي؟ عاوز ازود الدم هنا بعمليه باسيف، ما بذلتش طاقه. هو ايه اللي موجود هنا يا شباب؟ لو كملنا الرسمه بتاعتنا دي كده، ايه اللي موجود هنا كده؟ الطاقه في المصل كالسيوم عشان المصل فازو دايليتيشن، تمام كده؟ ايه الاخبار هنا؟ ايه؟ مش كونستريكشن، هو اللي فيه ما فيهوش مصل قوي عشان اعمل كونستريكشن ودايليتيشن. هو كل الحكايه ان في حاجه تسد الفينيول، وما سد الفينيول الدم هيتراكم هنا ولا لا؟ يرشح هنا ولا لا؟ يرشح. ديت حاجه بتسموها او انتوا عارفينها كلكم اسمها احتقان. ممكن اسمها عجيبه احتقان. يقول لك انت عندك الاوعيه محتقنه. يعني ايه الاوعيه محتقنه؟ يعني المشكله في الفينيول. ساعتها ما بنسميهاش هايبوينيا يا شباب، ساعتها بنسميها كونجيشن. فخلي على جنب كده الفرق ما بين كلمه هايبوينيا وكونجيشن، هناخدها بعد كده في شطه لبلاد ديس اوردر بالتفصيل، بس تكون فاهمها من دلوقتي ان الهايبوينيا از اكتف فازودايليتيشن، بينما الكونجيشن از باسيف. باسيف ايه؟ ان انا بقفل الحته دي والدم بيتراكم هنا. طب نكمل مع بعض عشان بس اقول لك ان كل كلمه في الباثولوجي. شفت التدمج يا دكتور؟ قلت له ايه؟ في سهوم بالسلطه جلطه تيجي هنا وتقفل الحته دي، اول ما تقفلها في دم يعرف يعدي، يبقى انت شويه دم عمال يجوا لك. انت عندك مصنع عمال تصنع بس ما بتطلعش من المصنع، عمال تحطه في المصنع، عمال تحطه في المصنع لحد ما اتملى، وتحطه في المخزن، تحطه في المخزن لحد ما اتملى، ده نفس النظام، عمال الدم يتراكم هنا لحد ما رشح، تمام كده؟ طب نكمل مع بعض كده لو سمحت. This lead to increase intracapillary hydrostatic pressure. يبقى زيادة الهيدروستاتيك بيجر بيزيد ليه؟ بسبب زيادة تدفق الدم، اكتب كده، بسبب زيادة تدفق الدم، مما يؤدي إلى موفمنت أوف فلويد أوتسايد ذا فيسل. علم على كلمة فلويد. علم على كلمة فلويد، واكتب جنبها بدون بلازما بروتينز. كلمة مهمة، مهم وهتعرف أهميتها كمان شوية وبتيجي في الإم سي كيو. ممكن بس إن عشان أول حصة في الباثولوجي فأنت مش متخيل الإم سي كيوات بتاعت الباثولوجي بتيجي إزاي، بس هي بتيجي من هنا. انت بتبقى مذاكر الشرط ومذاكر الاسئله ومية مية، بس تدخل الامتحان لو مش حامل ما تعرفش تجاوب. لازم 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 تدور على حل الاسئله. فانا من اول حصه هقول لك دي ام سي كيو هي ودي نظري ونحل مع بعض، ده لازم. طب كلام كويس. This hypoemia is the cause of redness and warmth، اللي هي الحته الايه؟ بتكون محمره وبتكون سخنه شويه. Characteristic of acute inflammation، يعني دي حاجه مميزه للاكيوت انفلاميشن. طب كلام كويس. ندخل بقى على المرحله الثانيه. المرحله الثانيه او الجزء الثاني من الفاسكولار تشينج يا شباب، انا مش عاوزكم تحفظوا، سيبك من الكلام دلوقتي، انا عاوزك تفهم وبعد ما فهمنا قايلين مع بعض. الكلام كان سهل؟ كان سهل. احنا قلنا اول حاجه التغير فين؟ في الكانيبا والفلو، التغير في قطر الدم وتدفق الدم. طب بعد كده يا صديقي هتغير فين تاني؟ مش انا قلت لك الوعي الدموي ده او الكابيلاري وبركنه في الاندوثيليوم؟ حلو. الاندوثيليوم ده يا صديقي العزيز
بسبب الهستامين وبسبب الليبراديكاينين تلاقي بدل ما الاندوثيليوم كان ملزق في بعضه كده ايه اللي يحصل له بقى يا صديقي؟ تلاقي الاندوثيليوم بدا يبعد عن بعضه البعض. حصل حاجه بتسمى اندوثيليال كونتراكشن. اندوثيليال ايه يا دكاتره؟ كونتراكشن، ان خلايا الاندوثيليوم بتكونتراكت. ايه ده يا دكتور؟ خلايا الاندوثيليوم كونتراكت؟ ايوه طبعا. بص معايا والحته دي مشروحه وهاي يدي كمان في كتب المعادله. ادي عند حضرتك كده خلايا الاندوثيليوم الطبيعيه اهي، ولو عاوزين نرسمها لك كمان رسم علمي صح انتوا واخدينها في الاستوديو بتكون عامله كده. بتكون عامله كده صح ولا انا غلطان؟ ليه؟ لان النيوكليوس هنا بتكون ايه؟ عامله بلج ناحيه بقى شويه كده، لان الخليه بتبقى رفيعه خالص. انا الخليه دي مالهاش وظيفه اللي هي جاست بس بتبطن الحاجه وبتديها سموث سيرفيس. شايف الخلايا دي بتعمل كونتراكشن كده، فيها قنوات كالسة جوه بتحصل كونتراكشن. تلاقي الخليه عملت كده، تلاقي الخليه عملت كده. ايه اللي حصل لما الخليه كونتراكت يا دكاتره؟ المسافات اللي ما بين الخليه كبرت. بنسميها احيانا الكابيلاي بيدز. نسميها ايه؟ الكابيلاي بيدز، اللي هي المنطقه اللي قاعد عليها الاندوثيليوم. المسافات اللي فيها بدات توسع، يعني المسافات اللي هنا توسعت. طب هي المسافات لما كانت ضيقه كانت عامله ايه؟ كانت بتخلي ان البلازما بروتينز ما بتطلعش. معنى كده اما تزيد النفاذيه، هو يعني ايه كلمه نفاذيه بالعربي او بالانجليزي؟ بالياباني. يبقى الخطوه الثانيه هي عباره عن ايه يا دكاتره؟ هي عباره عن زياده الكابيلاري بيميابيليتي، وزياده الكابيلاري بيميابيليتي بتؤدي ان الفلويد بيخرج هنا مع بلازما بروتينز. وبالتالي كده اللي حصل عندي يا دكاتره، اول خطوه غيرت فيه القطب وغيرت التدفق الدم. تاني خطوه عند حضرتك الاندوثيليوم حصل له كونتراكشن باتنين ميديتو كيميكال ميديتو مهمين اسمهم ايه؟ هيستامين اند براديكاين. طب ده السبب الوحيد لحدوث ان المسافات بتبعد ما بين خلايا الاندوثيليوم؟ في سبب تاني، دخلت عندك بكتيريا. البكتيريا دي هي عملت بالتوكسين بتاعتها دايركت دامج على خلايا الاندوثيليوم. بدل ما خلايا الاندوثيليوم لازقه في بعضها كده، انا هدمر حته من هنا. النتيجه في الاخر ان المسافات ما بين الخلايا بدات توسع، فلما المسافات توسع برضه هتبدا ترشح. ترشح ايه؟ ده المهم. هترشح عند حضرتك فلويد بلازما. اذا كان وهي مقفوله رشحي بلازما فلويد، يعني وهي مفتوحه دلوقتي والمسافات مفتوحه مش هترشح فلويد، ترشح فلويد. بس هترشح حاجات تانية مع الفلويد اللي هي يا دكاتره البلازما بروتينز. البلازما بروتينز بس لا، هي هترشح اي حاجه في الدم. هترشح ايه؟ اي حاجه في الدم. ولنفرض في اجسام مضاده، عارفين يعني ايه اجسام مضاده؟ الانتي بوديز. الانتي بوديز دي موجوده في الدم، هتطلع بره ولا لا؟ تطلع بره. يعني ممكن يا دكتور هنا في انتي بوديز تطلع؟ ممكن انتي بوديز تطلع. لو واحد خد مضاد حيوي، في ممكن تسال نفسك سؤال، لو عندك التهاب والدكتور ادك مضاد حيوي، هو ايه عرفه ان المضاد الحيوي هيروح على المنطقه المرتعشه؟ اصل جسمك كله الاندوثيليوم فيه سليم، ولكن في المنطقة الملتهبة ليكي بيصرب. فالدكتور فاهم ان المضاد الحيوي هيروح يشتغل على المنطقة الملتهبة، على الرغم ان هو بيلف في الجسم كله، بس الجسم كله سليم. يجي عند المنطقة الملتهبة يلاقي الدنيا هنا بترشح ايه؟ والمسافات واسعة، فيبدأ المضاد الحيوي يقرا. يعني لو عندك انتيبيوتكس يقدر يطلع ولا لا يا دكاترة؟ يقدر يطلع. الفايبرينوجين اللي بلازما بروتينات اللي هنا تطلع ولا لا؟ تطلع. ما تبصوش في الكتاب دلوقتي او المذكره، بص معايا بس دلوقتي. الفايبرينوجين يطلع. طب الخلايا المناعيه تطلع ولا ما تطلعش؟ ما احنا الخلايا المناعيه كنا وصلناها في المرحله اللي فاتت هنا. حلو. دلوقتي في المرحله الثانيه هنوصلها فين؟ هنوصلها هنا. عرفتوا بقى ان الخلايا المناعيه او خلايا الدم البيضاء الاحداث اللي بتحصل فيها السيريولايت تشينج بتكون جوه الفاسكولايت تشينج، الاثنين مش ورا بعض، الاثنين بيكملوا بعض. طب تاني كده عشان نقول حته زياده اللي احنا بنحكي فيه يا شباب، انا دايما بجيب من ورا لقدام عشان تفضل فاكر معايا اللي انا بحكي فيه. بحكي في حاجه تسمى الاكيوت انفلاميشن.
والاكيوت انفلاميشن للصديق العزيز اول حاجه يحصل لوكال تيشو ريستراكشر. بعد كده ايه اللي يحصل؟ يحصل فاسكولار تشينج. ايه اللي بيحصل بقى يا دكتور؟ اول حاجه تغير في الكاليبر والفلو. انا عاوزكم تقولوا معايا عشان تجاوبوا، انت ممكن تكون فاهم بس مش منظم كتابتك صح. احنا بننظم الاجابه دلوقتي مع بعض، احنا مش بنعيد عشان نوع العيد وخلاص، لا انا كل لما بعيد بزودك حته بنظم لك معلومتك. اقف مني كده عشان تاخد معلومتك تدريجيا. اول حاجه يتغير الكاليبر والفلو، ايه اللي بيحصل؟ ترانزيت ديفازو ثم ارتيولا فازو دايليتيشن. فما يحصل ارتيولا فازو دايليتيشن ايه اللي يحصل هنا؟ زيد كبيره هيدوستاتيك بريشر. ليه يا دكتور ما زادش اللي لازمه مظبوطك بريشر؟ لان كبيره هيدوستاتيك بريشر بيعتمد على تدفق الدم، فما يزيد الضغط ده يرشح هيلويد ويحصل هايبرينيا والمنطقه تكون حمرة وتكون هوت وتكون سخنة كمان. انت قلت الباراجراف كل كلمة في الباراجراف حتى قلتها بس كده مش ناقص الا تعريف الهايبرمي هي عبارة عن اكتيف فويسز. طب بعد ما حصل ده يا دكتور الهستامين والميديكاين يعملوا ايه؟ يعملوا عند حضرتك زيادة في الكابيليا بيميريت. ازاي؟ عن طريق حاجتين، اما ان هما يعملوا اندوثيريال كونتراكشن فالمسافات تزيد، او دايركت دامج فبالتالي الخلايا اللي ما بين الاندوثيريوم برضه تزيد او المسافات تزيد. فتبدا ترشح هنا فلويد مع ايه؟ مع بلازما بروتينات. ليه اسم؟ لازم نسميه الفلويد مع البلازما بروتينات ده يسمى اكسوديت. والاكسوديت از ا كاركترستيك فور انفلاميشن. كلمه اكسوديت دي في غايه الاهميه. ايه؟ معنى اكسوديت؟ كلمه اكس يعني وديت يعني فلويد، اكسوديت يعني فلويد خارج، بس الاكسوديت ده مش هينفع اقول لك فلويد بس، لان الفلويد ده معاه ايه؟ معاه بلازما بروتينات. ما يهمنيش تعريفها او اسمها بالعربي، اللي يهمني كلمه اكسوديت ده معناها ايه؟ معناها ان الفلويد او الدم خاض بمكوناته، يعني الفلويد هنا يحتوي على بلازما بروتينات ولا؟ يحتوي على بلازما بروتينات. طبعا عارفين ان الفلويد الذي لا يحتوي على بلازما بروتينات وموجوده على فكره في الام سي كيو عندكم، انا ما بقولكوش كلمه زياده. ايه الفلويد الذي لا يحتوي على بلازما بروتينات؟ قلت لك علم على كلمه فلويد كده في المرحله الاولى. الفلويد ده بنسميه الترانس يوديت. اسمه يا ولا؟ الترانس يوديت. يبقى ايه الفرق ما بين الترانس يوديت والاكسوديت؟ الترانس يوديت بيطلع في المرحله الاولى وما بنشوفوش، لانك مش هتشوف في المرحله الاولى. اللي احنا بنشوفه ايه؟ الاكسوديت. ايه الفرق ما بينهم؟ ده سائل صافي. اما ده سائل معكر. يعني معكر؟ يعني بيحتوي على خلايا مناعيه، يحتوي على فايبرينج، يحتوي على بلازما بروتين. هو الاكسوديت ده ملوش اهل يسالوا عليه؟ ملوش اهميه؟ ده ليه اهميه كبيره جدا جدا جدا. بص معايا كده يا زعيم، هنا تلاحظ خطوه الانكريز لفاسكولار بيرميابيليتي. قال لك زياده الفاسكولار بيرميابيليتي بتؤدي الى موفمنت اوف ايه؟ طب ليه مش كتب لك فلويد وسكت؟ ليه كتب لك بروتين اتش فلويد؟ لان هنا المسافات وسعت ما بين خلايا الاندوثيليوم وبعضها البعض. كل كلمه مهمه. بروتين اتش فلويد انتو ذا اكسترا فاسكولاريتيشن. ذيس انتر وهذا بيدور بيعمل ايه بقى؟ انكريز ذا اوزموتيك بريشر ان انترستيشن. ايه ده يا دكتور انكريز ذا اوزموتيك بريشر في انترستيشن؟ مش انا قلت لك لو انا ان في التيشو باور ليه اوزموتيك بريشر؟ وانا هنا البلازما بروتينات كانت عامله ضغط اسمه ايه؟ بلازما اوزموتيك بريشر. هيقل ولا يزيد دلوقتي؟ هيقل. طب وايه اللي يزيد بقى؟ التيشو اوزموتيك بريشر. يعني انت قللت قوه الجذب اللي جوه وزودت قوه الجذب اللي بره، ده غير كده التيشو ديستراكشن اللي حصل في حاجه؟ اه بس زود التيشو بيزيد. انا عندي هنا لما عملت تيشو ديستراكشن كمان والخلايا اتدمرت مش طلع من جواها بروتينات؟ طلعت فين؟ في الدم؟ لا طلعت في الانترستيشن. طلعت في الانترستيشن. فالتيشو اوزموتيك بيجو عمال يزيد ويزيد. يبقى انا قوه الجذب ناحيه باور عماله تزيد، عماله تطلع فلويد زياده. الفلويد ده اسمه ايه؟ اكسوديت. يبقى هنا بيقول عند حضرتك ايه ذيس انكريز اوزموتيك بيجو اوف انترستيشن فلويد leading to more out flow of water from the blood into the tissue by osmosis خاصية الاسموزية. طب كان كويس. This the resulting protein rich fluid accumulation is called exudate.
زيادة البرميابيليتي هنا سببها ايه بقى؟ يقول لك سببين اندوثيليال سيل كونتراكشن ليدنج تو انتراسيلولار جابس. اندوثيليال سيل كونتراكشن اوكي دي تو ذا افكت اوف اندوثيليال انجي. ده سبب ثاني بقى. ده سبب ايه؟ سبب ثاني اندوثيليال انجي اندوثيليال سيل ادمج افتر سي في انجي ساتش اس اند سب انفكشن وبعد الانفكشن. اخر حاجه في حصتي بقى ولازم تاخدها دلوقتي واكتب لي عليها سؤال نظري في غايه الاهميه. سؤال مهم جدا. كل اللي فات ده ممكن يجي ام اس كيو. كله ممكن يجي ام اس كيو ما عدا ده. ده لازم يجي نظري وبيحبوه في النظري قوي. ايه هي اهميه الاكسوديت ده؟ اهميه الاكسوديت مهمه جدا جدا جدا. بص معايا عشان تقدر تحفظها. هم كام حاجه يا شباب؟ هم خمسه. ممكن نحفظهم ازاي؟ نحفظهم بسهوله جدا. ماما بتعمل ايه يعني؟ ماما بتغذيك واما بتتعب بتخففك وبتجيب لك حاجات دايما. هي كده الاكسوديت هو عباره عن ماما. يعني ايه ماما يا دكتور؟ يعني برضه تعالى كده اما نشوف واحده واحده. اول حاجه بيغذي ويخفف وكمان عند حضرتك بيجيب. يعني ايه بيغذي؟ مش احنا قلنا ان في خلايا مناعيه طلعت هنا؟ الخلايا المناعيه دي اما كانت جوه الدم كان بيوصل لها تغذيه. ما سالتش نفسك سؤال اما تطلع بره الدم هتوصل لها تغذيتها ازاي؟ هل الخلايا المناعيه اما بتطلع تقدر ترجع البكتيريا في ساعتها؟ ما بتقدرش. احيانا ما بتقدرش. فانا لازم اوصل غذاء للبكتيريا عشان تقدر تكون بوظيفتها. ايه الخلايا المناعيه اللي بتطلع هنا في الاكيوت انفلاميشن؟ عاده بيكون في خلايا عند حضرتك اسمها النيوتروفيلز. عارفينها؟ خلايا دم البيضاء المتعادله. خلايا النيوتروفيلز. خلايا النيوتروفيلز دي يا شباب لازم اوصل لها اكسجين واوصل لها المواد الغذائيه. ودي اول وظيفه عند حضرتك للاكسيديت ان هو بيوصل اكسجين وبيوصل نيوترونت للنيوتروفيل. هتلاقيها اخر وظيفه مكتوبه delivery of oxygen and neutron for active cells such as نيوتروفيل. يبقى ماما بتعمل ايه يا دكاتره؟ بتغذي وتخفف. يعني ايه كلمه بيخفف؟ يعني بتدايليوت. تعالى نعمل تجربه مع بعض بسيطه كده. هجيب جرام من التوكسينز بتاعت البكتيريا حلو؟ وعندي انبوبتين كده. الانبوبه الاولانيه فيها ميه لحد هنا والانبوبه الثانيه فيها ميه لحد هنا تمام؟ وهجيب نفس كمية التوكسين واحطها مرة هنا واحطها مرة هنا. الافكت بتاع انهي انبوبة اكبر؟ الاولى. ليه؟ تركيزها عالي زي الايه؟ العطور كده. يقول لك لو تركيز العطر ايه كبير او تركيز الريحة كتير والالكحول قليل بيكون دايما البيفن بيكون غالي او بيكون ايه تعمله كتير. ده نفس النظام كده. انا عندي ما تكون المية خفيفة المية قليلة التوكسين بيكون تأثيرها واضح. أنا هنا بعمل إيه؟ بطلع مية عشان تخفف التوكسينز اللي طلعت من البكتيريا. يبقى هي بتعمل إيه يا دكاترة؟ بتعمل دايليوشن أوف توكسينز برودوسد باي بكتيريا. دي تاني وظيفة. يبقى تاني وظيفة قولوها معايا عبارة عن إيه يا شباب؟ هي عبارة عن دايليوت. بتدايليوت إيه؟ التوكسينز. بل الوظائف إن هي بتجيب بتبرنج بتجيب إيه بقى؟ بص معايا. بتجيب كل ما لذ وطاب. دي بقى عند حضرتك كنا قايلين من شويه اجسام مضاده زي الانتي بايوتكس. تجيب عند حضرتك انتي بايوتكس. ممكن الانتي بايوتك اللي انت لو خدته تجيبه للمنطقه دي. وقلت لك فكره ان الانتي بايوتك بيعمل في المنطقه الملتهبه ما بيعملش في اي منطقه ثانيه. وبتجيب كمان عند حضرتك فايبرينوجين. كل حاجه من دي وعاوزين نتكلم عليها. بص معايا. اول حاجه عند حضرتك قالك هي بتدخل الانتي بودز. ايه زي كان بتعمل ايه بقى الانتي بودز دي؟ بص معايا. الانتي بودي ممكن تدخل على البكتيريا وتدمرها تعمل فيها تحلل. فاول حاجه ان هي تعمل لايس للمايكرو اورجانيزم. كلمه لايس يعني بيحلل. ممكن تحلل المايكرو اورجانيزم تدخل على البكتيريا وتدمرها. او ممكن تعمل ايه؟ بص معايا باذن الله اما ناخد الحصه الجايه السيلولار تشينجز. هقول لك يا صديقي في السيلولار تشينجز ان الخلايا المناعيه اللي طلعت
عشان تتعرف على البكتيريا ادي الخليه المناعيه هي كده وادي البكتيريا هنا كده اهي. الخليه المناعيه ازاي هتتعرف على البكتيريا؟ هي عارفاها، هي عندها معلومات عنها. اكيد جسمك لا يحتوي على جميع معلومات البكتيريا اللي موجوده على الكره الارضيه. امال بتعرف ازاي؟ إيه انت عشان تدخل السنتر هنا ما كنتش عارف السنتر، بس قلت لك ان السنتر في شارع المانيال، فشارع المانيال بيعتبر علامه للسنتر عشان يدلك للمكان اللي انت رايح فيه. كذلك انا بحط الانتي بودي هنا على البكتيريا عشان يعلمها. بحط الايه؟ الانتي بودي. طب هو انا عارف الانتي بودي؟ ايوه طبعا، ده انا عندي خمس انواع من الانتي بوديز في جسمي، انا هاخدهم الحصه الجايه باذن الله. خمس انواع دول موجودين في جسم حضرتك وجسمك عارفهم كويس. فلما اعلم البكتيريا بالانتي بودي، الخلايا المناعيه تقدر تتعرف على الانتي بودي اللي ماسك في البكتيريا وبتلتهم الجمل بما حمل. بتقدر تاكل الحته كلها، تبدا تدخل هنا وتفتح بقها كده وتبدا تاكل عند حضرتك وتاكل البكتيريا دي وتدخلها جواها. اكل الخلايا او اكل البكتيريا دي عمليه بنسميها فاجوسايتوسيس. طب الانتي بودي اما يعلم البكتيريا، هناخدها الحصه الجايه بالتفصيل، دي عمليه بنسميها اوبسونايزيشن. اسمها ايه يا ولد؟ الاوبسونايزيشن ديت. الاوبسونايزيشن زي من كلمه اوبسن، وهو الاوبسن هو عباره عن الانتي بودي اللي بيمسك في البكتيريا. عباره عن ايه؟ الانتي بودي اللي بيمسك في البكتيريا. يبقى تاني، الانتي بوديز دي وظيفتها ايه؟ حاجتين، بتلايس المايكروجانيزم تحللها تماما، تاني حاجه ان هي بتفاجوسايتوسيس. او ممكن اجيب بقى حاجه تسمى الفايبرين. هو الفايبرين ده بيجي من الدم فايبرين؟ فايبرينوجين، كنت خطاها في البلد. ايه فايبرينوجين؟ والفايبرينوجين اول ما بيجي هنا بيتحول لفايبرين. ايه وظيفه الفايبرينوجين او الفايبرين ده يا دكاتره؟ الفايبرين دي وظيفه مهمه جدا، او وظيفتين صراحه. بص معايا، والوظيفتين دول مهمين قوي تفهمهم. البكتيريا اللي جت في المكان ده مش ممكن تنتشر لباقي دراعي وممكن تنتشر لباقي جسمي؟ انا عاوز اعمل ايه؟ عاوز احجم البكتيريا. عاوز اعمل ايه؟ عاوز احجم البكتيريا. يبقى بالتالي انا عاوز احوط البكتيريا دي بفايبرين. الفايبرين بتعمل لها ايه يا دكتور؟ بتعمل لها لوكاليزيشن. مش معنى البكتيريا لو بتسرح في الجسم انا مش هعرف اشوفها واعرف احددها عشان اكلها. يعني عشان الاوبسونايزيشن ما يحصل ويقدر الانتي بودي اللي تطلع من المكان ده تهاجم على البكتيريا، مش ينفع البكتيريا تكون هنا، لازم ان البكتيريا تفضل في مكانها. فانا لازم احجم البكتيريا اللي عندي، لازم اعمل لها لوكاليزيشن. غير كده مش في خلايا مناعيه طلعت هنا؟ خلايا المناعيه دي عشان توصل للبكتيريا مش عاوزه حاجه تمشي عليها؟ الفايبرين ممكن يعطبوا سكه الخلايا المناعيه بتمشي عليه. غير كده يا دكتور ان الفايبرين ده بستخدمه في عمليه الالتئام عشان اكون حاجه اسمها النسيج الحبيبي، الجرانيوليشن تيشو. بص معايا كده، يقول لك فايبرين فورميشن فروم اكسوديت فايبرينوجين مي امبيد تو ذا موفمنت اوف مايكرو اورجانيزم. يعني بيساعد الموفمنت اوف مايكرو اورجانيزم. ليه؟ لانه سكه حديد. بعد كده عند حضرتك الترابنج زم. يعني ايه كلمه الترابنج زم؟ بيحبسه. بيكتب جنبها كده لوكاليزيشن، بيعمل لوكالايز، بيحبس المنطقه دي، بيعمل لوكاليزيشن ليها عشان يمنع الانتشار. فاسيليتيتنج الايه؟ فاجوسايتوسيس، عشان يسهل عمليه اكل البكتيريا بقى. اند سيرف از ا ماتريكس فور ايه؟ تكوين الجرانيوليشن تيشو. الجرانيوليشن تيشو النسيج الحبيبي، كلمه جرانيوليشن جايه من جرانيولا اللي هو النسيج الحبيبي. اول ما تتعور كده بيتكون جلفه. الجلفه دي لو انت مشيت ايديك عليها بتبقى عامله زي حبيبات كده، هو ده الجرانيوليشن تيشو اللي هو النسيج اللي بيتكون بعد يوم او يومين اما حضرتك بتتعور، اللي انت بتقعد تلعب فيه وتشيله ده. لا، لازم تسيبه عشان يحصل بعد كده يكمل عمليه الالتهاب، ما تقعدش تشيل النسيج ده لو سمحت. ده أهمية الأوكسيبيت. لو سمحت نعيدها تاني كده، احنا عندنا أهمية الأوكسيبيت خدناها وعرفناها ازاي. ماما، قلنا ماما بتعمل ايه يا أولاد؟ قلنا ماما بتعمل ايه؟ أول حاجة بتغذي وتخفف وتجيب. بتغذي بتعمل ايه يعني بتغذي؟ بتوصل الأكسجين والنيوترون. تقول معايا سؤال نظري، السؤال النظري لازم تقوله معايا. بتوصل الأكسجين والنيوترون فيه، دي أول حاجة. تاني حاجة بتخفف. بتخفف الإيه؟ التوكسين يا دكتور، دايليوت التوكسين. بتجيب ايه؟ 2 A و1 F، 2 A
الانتي بوديز ويف انتي بوديز لازم عند الانتي بوديز وتقف. الانتي بوديز فايدتها ايه يا دكتور؟ حاجتين، اما تدمر الاورجانيزم رئيس المايكرو اورجانيزم، او تعمل ايه يا صديقي؟ بتحدد البكتيريا عشان تساعد في عمليه الفاجوسايتوسيس من خلال الاوبسمايزيشن. بعد كده الفايبريلوجين. ايه الفايبريلوجين ده يا دكتور؟ والله الفايبريلوجين ده موجود في الدم، اول ما بيطلع بقى يكون اسمه فايبريلوجين. يعمل ايه؟ يحوط المنطقه اللي فيها الدمج كده، مش معنى عشان يحبسها. يبقى اول حاجه نعمل لوكاليزيشن او ترابنت للمنطقه دي للاورجانيزم ده، غير كده بيسهل حركه الخلايا المناعيه. بعد كده بيساعد في عمليه الجرانيوليشن تيشو او عمليه الهيلينج. الكلام صعب. حد يقدر يقول لي وظيفه ال ال بسم الله الرحمن الرحيم الاكسليت ناخد شوكولاته؟ قول لي الوظيفه كلها خمس قول. هو بيخفف وبيهدي وبيقيل. تمام. عندك بيخفف البكتيريا التوكسين. تمام، بيخفف التوكسين. وبيجيب الانتي بودي والانتي بيوتيك. حلو. قول معايا يلا. طيب ايه حلو اللي عندي برضه بيعمل ايه؟ هو عاوز كلمات كده، مش عاوز يقعد يكتب جمل. هو انت مش فاسد انجليزي في الباثولوجي، هو عايز كلمات. لو انت كتبت لي كده والله اول حاجه عند حضرتك ديليفري اوف اوكسجين اند نيوترون تو نيوترو فيه خلصت. بعد كده عند حضرتك ديليوت توكسين خلصت. بعد كده بينج انتيبيوتيك خلصت. بينج انتيبادز سهلين كده لايس المايكرو اورجانيزم، وعند حضرتك فاجوسايتوسيس اوبسمايزيشن خلصت كده. الفايبرينجن يا دكتور بيعمل ايه؟ بيعمل ترابنج للاورجانيزم ويسهل حركه الخلايا المناعيه فاسيليتيت المايكرو اورجانيزم موفمنت. بعد كده عند حضرتك بيساعد في تكوين الجينيشن تشو. خلصت. في طالب بقى انا مش عارف احفظ. احفظ ايه يعني؟ مش فاهم. مش عارف اكون الجمله. اكون جمله ليه؟ هو انا مش حاسس انجليزي؟ مش حاجه حاسبك ضفت اس على الفعل المضارع على المفرد ولا الجمع؟ احنا مش شغلتنا كده. اصل احنا بنلاقي ناس تتعصر في الامتحان في كتابه الجمله. تتعصر ايه في كتابه الجمله؟ الدنيا اسهل من كده. كمل يلا عشان اخر حاجه تديك شويه. بيسهل حركه الفاجوسايتوزيس. حلو. والفايبرينجن بيعمل لوكالايز. حلو تمام. البكتيريا يلا اخر حاجه بقى بيساعد في عمليه الالتئام. بيبدا عمليه الالتئام. خد يا عم اول حاجه تعالى بقى انا اسمع لكم يلا نلم الحصه مع بعض. احنا عاوزين ايه؟ نلم الحصه مع بعض. دي حاجه بعملها في اخر حصه كده عشان نحاول نلمها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. خدنا في حصه النهارده خلاص، حط لكم بكره لو عاوزين. انا ايه ده دوري انا كده عشان نلم الحصه بسرعه. اول حاجه خدناها النهارده مع بعض عرفنا الالتئام. قلنا هو عباره عن سبورتس اوف تيشو. تيشو لازم ان وجود حاجتين شرطين، ان هو يكون ليفنج ويكون فاسكولايز. طب هل الريسبونس ديت بسبب ايه؟ بسبب الانجي. يبقى هو ريسبونس اوف ليفنج فاسكولايز تيشو تو انجي. هدفها بوتيك ميكانيزم. عشان تعمل البوتيك ميكانيزم ده يا دكتور حاجتين بتاليمينيت، حاجتين ان كل التيشو والبكتيريا وتنشيت عمليه الهيلينج. شفتوا بتنشيت ولا لا؟ بتنشيت الجينيريشن تيشو. يبقى انا بدات عمليه الهيلينج ولا لا؟ بدات عمليه الهيلينج فعلا. بعد كده خدنا الانواع. قلنا يا دكتور اكيوت وكونيك. سيبك من التسميه خلاص احنا خدناها. اكيوت وكونيك. قلنا الاكيوت والكونيك هتكون من حيث ايه؟ البدايه والمده والاصابه والعلامات. يلا قولوا معايا البدايه ومده واصابه وعلامات. البدايه الانست هنا بتكون سريعه، هنا بتكون بطيئه. المده هنا صغيره هنا طويله. التيشو انجي ايه اخبارها؟ التيشو انجي هنا بتكون يوجوالي ماي مان سيلف ليميتد. اما هنا يا دكتور سي في اند بروجريسيف. طب بالنسبه للساين سواء لوكال او سيستميك هنا بريمننت، اما هنا ليس بريمننت. بعد كده بندخل على الاكيوت انفلاميشن الكوزس والاحداث بتاعته. الكوزس عوامل فيزيائيه كيميائيه عدوى مناعيه تي دي اف تروما وتيشونيكوزس والفور بادي. اهمهم الانفكشن ذا كومنست كوز اوف اكيوت انفلاميشن. بعد كده الاحداث بتاعته اللي هي الاكيوت انفلاماتوري ريسبونس. الاستجابه بتكون في هذه الثلاث حاجات. اول حاجه اللوكال تيشو ديستركشن بتنسوها. اللوكال تيشو ديستركشن فايدتها بتطلع مادتين هيستامين وراديكالين اسمهم مواد كيميائيه اسمهم كيميكال ميديتو. المواد دي هي اللي بتنشيت الفاسكولايتشن. بتعمل ايه؟ ترانزيانت فاسكولايتشن ثم فاسو دايليتيشن. فما يحصل فاسو دايليتيشن ايه اللي يزيد؟ الكابيلا هيدروستاتيك بريشر. وما يزيد الكابيلا هيدروستاتيك بريشر يرشح الفلويد. الفلويد ده اسمه ايه؟ ترانزيانت. ليه؟ لانه ده هيستوي على الايزو بلازما بروتينز.
طب كويس جدا. الكبد احنا بنستنكب بيجو لما بيزيد ويرشح بلازما او يرشح فلود عند حضرتك، المصطلح ده بنسميه ايه؟ اكتف ولا باسيف؟ امال الباسيف منه بنسميه ايه؟ كونجكشن. طب كلام كويس. بعد كده عند حضرتك بيحصل خطوه زياده البيميابيليتي. امال الخطوه الاولانيه دي كان اسمها ايه؟ التغير في الكانبا والفلو، التغير في الديامتر وتدفق الدم. وخلي بالك ان في الخطوه دي حصل ايه؟ عشان هنحتاج الحصه الجايه. وما زادت الكابيلا ابيميابيليتي عند حضرتك، المسافات هنا وسعت ولا مش وسعت؟ وسعت. ترشح فلويد ولا ما ترشحش فلويد؟ طب الفلويد اللي ارشح دي في منه لازم بروتين ولا لا؟ بتسميه ايه؟ اسودين. واما اللازم بروتين اترشحت هنا والخلايا اتدمرت طلع منها بروتينات، فايه اللي زاد؟ التيشو اوزموتيك بريشر. واللي بلازما اوزموتيك بريشر بدا يقل يا صديقي العزيز. دي كلها خطوه اسمها زياده الكابيلا ابيميابيليتي. طب يا ترى زادت ليه اصلا؟ بسبب الهستامين والليبيدوكاينين او بسبب الدايركت اكشن بتاع الاندوثيليان انجي. لازم تختم عند حضرتك بفائده الاكسيد. ولو جالك في الامتحان الاكيوت انفلاماتوري ريسبونس وده مستبعد، لازم تقسمها لفاسكولا وعند حضرتك لسيليولا. وفي الفاسكولا لو جالك سؤال لوحدها قول لي النيويت او جيف شورت نوت اباوت فاسكولا تشينج اوف اكيوت انفلاميشن، تقول لي عند حضرتك اول خطوه تغير في الكاليبا والفلو، تاني خطوه عند حضرتك تقول لي ايه؟ يقولوا عايز هنا الكابيلا ابيميابيليتي، ولازم تقول فايده الاكسيديت. هو بيبقى عاوز في الامتحان فايده الاكسيديت. فايده الاكسيديت ايه؟ ماما ماما بتعمل ايه يا اولاد؟ تخفف ديليفر اوف اكسجين اند نيوترون تو نيوتروفيل، تخفف دايليوت دايليوت ايه؟ التوكسينز يا صديقي. بعد كده بتبقى ايه؟ انتي بوديز انتي بوديز وفايده انتي بوديز فايده ايه؟ سلايس الاورجانيزم. وعند حضرتك فاجوسايتوسيس من خلال الاوبسمايزيشن. طب بعد كده الفايبريشن، الفايبريشن بيعمل ايه؟ بيعمل ترابنج المنطقه ديت اللوكاليزيشن ويسهل الموفمنت بتاع المايكرو اورجانيزم، وكمان عمليه الهيلينج بيساعد في كابوكين الجانيوليشن تيشو كده. تمام خلصنا حصتنا، القاكم غدا بعون الله. السلام عليكم.